إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع ظريف جدا، وهو الـ Generative AI، بس في كونتكست جديد شوية. إزاي نستخدمه في الـ Business Enterprises؟ بنعني إيه بالـ Business Enterprises؟ بنعني الشركات العادية اللي هي مش Global Platforms زي جوجل ولينكد إن وأوبن AI، وبرضو مش SMEs، مش شركات صغيرة. however الكلام برضو extended للـ Small and Medium Enterprises. الفكره ان في جاب كبيره في الماركت دايما ما بين التكنولوجي البروفايدرز الكبار والديجيتال بلاتفورمز الكبيره والشركات اللي بتشتغل في النورمال بزنس، واللي بتبقى تيبيكالي ايذر جايه من يعني بتبقى جايه من خلفيه بزنس كومباني عاديه خالص بتحاول ان هي جو تو او تدخل الايرا بتاعه الديجيتال ترانسفورميشن، او بتكون ستارت اب بيزد على التكنولوجي. وفي كلتا الحالتين بيبقى دايما في جاب، في تراديشنال جاب موجوده بقالها 30 سنه او اكثر شويه ما بين التكنولوجي والبيزنس. دايما البيزنس عنده طموحات كبيره وبيشتغل بيتحرك بسرعه كبيره جدا، وفي ديماند على الديفلوبينج تكنولوجي ابلكيشنز، ودايما التكنولوجي سيرفيسز بتكون او الاي تي سيرفيسز بتكون ابطا بكتير جدا لاسباب كتيره هنتكلم على جزء منها ان شاء الله النهارده. في الحقيقه ده دي الحاجات اللي انا بشتغل فيها. في الحقيقه انا بقالي حوالي 26 سنه، اكثر من 26 سنه في السيكتور بتاع التكنولوجي، وقبلها كنت شويه في الانجينيرنج، في الاندستريال انجينيرنج. وده ماي لينكد ان بروفايل لو حبيت تجوينوا معايا ان شاء الله في اي اسئله او ديسكشن بعد السيشن. طيب تعالوا الاول نبتدي نتكلم على الاي اي. تمام، احنا بنسمع تيرمز كتيره في الماركت، في سواء لما نحضر سيشنز او ايفنتس او بنشوف النيوز والاخبار. تمام، يعني حاجات زي مثلا الشات بوتس مشهوره جدا، واحنا بنتعامل معاها كمان دي تو دي. الحاجه زي الروبوتس موجوده من زمان، وبدا دلوقتي يبقى في نيو ويف اوف روبوتس في تطبيقات كتيره زي الميديكال سيرفيسز زي المارين. يعني احنا مثلا بنعاني دلوقتي مشكله كبيره في الكلايمت تشينج، واحنا بنتكلم دلوقتي في مئات من السمول يونتس اللي هي بتبقى اندر ووتر اوتونوموس فيكلز، ا كايند اوف اوتونوموس فيكلز بتعمل او اوتونوموس سب مارينز بتعمل انفستيجيشن للايه بتجمع عينات من الميه وبتاخد حراره قياسات حراره وبتدرس المارين لايف والتغيير الموجود فيها. فدي اذا كان في نيو روبوتس بقى فيها ادفانسمنت كبير جدا. بنتكلم على البيرسونال اسيستنس زي اليكسا وزي الحاجات الشبيهه، ودي بقى في اكستنشن كبير كمان ليها، يعني خرجت من اطار ان هي تبقى مجرد للبيرسونال سيرفيسز على اوبريتنج سيستم الى ان هي تخرج الى مجال زي مثلا مجال الطب وزي المجال الليجال. يبقى في ليجال ادفايزر ويبقى في ميديكال ادفايزر موجود على شكل تشات بوت. الماشين ديكتيشن من التطبيقات القديمه اللي بدات ترجع تاني بشكل جديد، كل دي حاجات بتخلي الماشين اكاوند اوف انتليجنت. البريسيشن اجريكلتشر منظومات بقى مش مجرد ابلاينس صغيره. فالبريسيشن اجريكلتشر هو منظومه كبيره بتجمع ما بين تكنولوجيا على مستويات مختلفه من اول الساتلايت داون تو بقى للفارمنج ارياز نفسها والاي او تي ديفايسز اللي بتبقى موجوده فيها من تطبيقات برضو الاي اي. الاوتونوموس فيكلز برضو فيها تقدم كبير جدا، ولما نشوف الفيديوز بتاعت السيلف درايفنج كارز بنشوف قد ايه ان هي بقت فيري بريسايس وبتقدر ان هي تشوف فعلا احسن من يعني ممكن تايدنتيفاي حاجات احسن من سواء هيومن بين. مش معنى كده ان هي احسن، بس ده نتيجه طبيعيه للتكنولوجيا والتقدم في التكنولوجيا. بنتكلم على حاجات انوفيتيف شويه لسه ما خرجتش للماركت زي الايموشن ديتكشن. ازاي من شكل الكاستمر وهو واقف قدام كاميرا او هو بيتكلم في فيديو كونفرنس، ازاي اقدر اتكت الايموشنز بتاعته واعرف هو زعلان ولا مبسوط ولا عايز حاجه ولا مستغرب. فده من المجالات اللي فيها ريسيرش وقربت يطلع منها شغل كويس. الناتشرال لانجوج بروسيسنج طبعا احنا شايفين البريك ثرو اللي حصل في التشات جي بي تي مع تشات جي بي تي. يعني هو ظهر في الحقيقه مع تشات جي بي تي وبدا يكبر بشكل كبير قوي، واللي هو مينلي مبني على اللارج لانجوج مودلز، وده يعتبر تقدم كبير، طفره يعني مش تقدم، طفره في المجال بتاع ال NLP.
ونتج عنه one of the main generative AI models اللي احنا هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله. الكمبيوتر فيجن طبعا من احسن الحاجات اللي حصل فيها ماتوريتي، يعني يمكن احنا مش حاسين بيها قوي عشان تطبيقاتها ايضا لسه مش منتشره في مصر قوي زي السيلف درايفنج كارز، او موجوده وانا بزنس سكيل يعني او اون سكيورتي سكيل، بس التطبيقات بتاعتها او بدا يبقى فيها ماتوريتي كبيره جدا زي ما قلنا في موضوع الاوتونوس فيجن. في عندنا طبعا الجينيتيف مودلز، الجينيتيف مودلز بدات بالتشات جي بي تي وبدات تتطور بشكل كبير ان هي تدخل بره نطاق التكست، تدخل في الفويس وفي الفيديو وفي الايمجز. الحاجات دي كلها احنا بنشوفها بنسمع عنها في الحقيقه، الحاجات دي كلها تطبيقات مباشره للارتفيشال انتليجنس، وزي ما شايفين في اوفرلاب كبير ما بينها، وزي ما شايفين ان فيها يعني تنوع في الابلكيشنز وتفاوت في مستوى الماتوريتي، يعني مش كل حاجه وصلت لمستوى ان هي ابليكابل وشغاله بشكل افيشنت. المشين الارتفيشال انتليجنس نفسه في مجموعه من الساينسز موجوده جواه وليه اكتر من فيو، يعني لما بنقول كلمه اي اي واحده من المشاكل الموجوده ان احنا اي اي مش ويل ديفايند، يعني وات دازت مين اي اي، ارتفيشال انتليجنس معناها ايه، ليها اكتر من معنى، الاكتر من معنى ده بيوفرلاب مع بيدخل مع بعضه وبيخلينا نتلخبط شويه في نوع التطبيقات. تحتها في دومين مشهور قوي او ساينس مشهور قوي اللي هو الماشين ليرنينج، وجوه الماشين ليرنينج في حاجه اسمها الديب ليرنينج. في الاخر الموضوع ببساطه شديده احنا عايزين الماشين تتعلم وتبتدي تؤدي وظائف باستخدام جزء من الانتليجنس بتاع الهيومنز. الانسان هو اكتر مخلوق ذكي على او مش عايز اقول اكتر مخلوق عشان في مخلوقات ذكيه بس في حاجات محدده يعني، بس احنا كولكتيفلي افضل حاجه، افضل مخلوق يعني على وجه الارض، وكل الحاجات اللي بنعملها كل التطبيقات اللي قدامنا دي هي في الاخر هي كايند اوف يعني بنحاول نعمل زي ما بنقول ميميكينج او يعني بنيميوليت الهيومن ثينكينج. يعني لما نيجي نشوف من ابسط موديل في الماشين ليرنينج والاستاتستيكال موديل اللي جيت اعلى حاجه هنلاقي في الاخر احنا بنحاول نعمل يعني نحاكي الوظائف بتاعتنا، احنا بنحاول نحاكي الوظائف بتاعتنا. طيب الكلام ده بيترجم لايه؟ في حاجات بقى فيه برضو تنوع كبير قوي، يعني لو اتكلمنا على البيزنس مبدئيا، البيزنس لما بقول كلمه بيزنس اللي هو البيزنس عادي، يعني شركه بتتاجر في حاجه، شركه بتبيع حاجه، شركه بتوزع حاجه، مصنع، محطه كهرباء، شركه توزيع كهرباء، شركه في قطاع حكومي، فده اللي بنتكلم عليه، بنقول عليه البيزنس اللي هو العادي التراديشنال، واللي عكسه او النقيض بتاعه اللي هو الديجيتال بيزنسز زي الحاجات اللي هي عملت فجاه كده ظهرت في الماركت وعملت ترانسفورميشن للبيزنسز زي فيسبوك وزي جوجل وتويتر ولينكد ان، كل واحد فيهم عمل ترانسفورميشن لحته من الماركت كده غيرها لنقطه ثانيه خالص. البيزنسز دايما لوجد في الحته بتاعت البرسبكتيف اناليتكس، اللي هي ايه؟ احنا عندنا داتا موجوده في داتابيز بتاعتنا قواعد البيانات، وعايزين نعمل عليها سبيسيفيك فانكشن او فوركاست السيلز في الكوارتر اللي جاي، اعرف عندي مشكله في ايه في المبيعات بتاعتي جايه منين، ايه اسبابها، ابتدي اعمل اوبتمايزيشن للسبلاي تشين، يعني مثلا عندي بوزع منتج معين وعندي عربيات بتوزعه، فانا عايز اوبتمايز الكوست بتاعت الاوبريشن، فالتفكير دايما جاي في الايه في المجال ده، وظهر مع كده الايه وات وي كول داتا از سيرفيس واناليتكس از سيرفيس عشان تغطي المجال ده. المجال ده في الحقيقه مطلوب واساسي بالنسبه لاي شركه، يعني مفيش شركه هتعرف تشتغل من غير السيستمز الموجوده فيها زي الانظمه الماليه وانظمه اداره الموارد البشريه وانظمه اداره المخازن واداره المركبات واداره التوزيع والتخطيط، كل الحاجات دي لازم تكون موجوده، ومعاها بيجي الاناليتكس وبيجي معاها حاجه كمان اللي هي البيزنس انتليجنس. فالكلام ده مش هيروح، مش معنى ان في اي اي وادفانس جينيتيف مودلز ان الشركات هتستغنى عن الكلام ده، لا الشركات مش هتستغنى عن الكلام ده، الشركات محتاجاه، ده الدي تو دي اوبريشن. احنا بس بنتكلم النهارده على ايه اللي ممكن الشركات تعمله فوق الكلام ده، ازاي تستفيد بالجينيتيف اي اي وبالاي اي بشكل عام عشان تحسن الاداء بتاعها او تحصل على فاليو جديده او بنفيت جديده مش موجوده عندها، ولكن الداتا بوضعها الموجود في الشركات هيفضل موجود وهنفضل محتاجينه الى اشعار اخر، ممكن يطلع طبعا في اختراع ياخد الاثنين مع بعض، بس حتى الان ما فيش، احنا لسه الشركات بتعاني من ان احنا نطلع ريبورتات مظبوطه والارقام فيها اكيوريت تمام، وان الداتا تبقى موجوده في مكان واحد اللي بنسميه داتا وير هاوس. طيب الفوق العادي ده ايه؟ في عندنا الكمبيوتر فيجن، تطبيقات الكمبيوتر فيجن كتيره، منها طبعا اشهر حاجه السيلف درايفنج كارز تمام، وطبعا السيلف درايفنج كارز حصل فيها
ادفانسمنت في الاربع خمس سنين اللي فاتوا، وبقت الاكيورسي كبيره وبتقدر تعمل مالتي فريمنج. زي ما احنا شايفين ده شكل كده متاخد من كاميرا عربيه، بيقدر ايدنتيفاي مالتيبل اوبجكتس، وبدا يظهر الجوريزمز عشان تو ايدنتيفاي في ان وان جو يعني مالتيبل اوبجكتس جوه الايه جوه الصوره. وبقى في كمان ريدي ميد باكجز موجوده اقدر استخدمها. يعني لو انا النهارده عايز اعمل سيلف درايفنج كار، مش محتاج ان انا ابدا من الصفر واقعد اجيب بقى صور واتعلم منها وابني الماشين ليرنينج من الاول، لا انا هعمل ايه، انا في حاجات بري بيلت موجوده وفي حاجات منها فري كتير جدا اقدر اخدها واعملها تيوننج واشتغل بيها. نفس الكلام ابليكابل برضو على الميديكال دومين زي الديزيز دايجنوستكس. الكمبيوتر فيجن برضو عمل فيها ادفانسمنت كبير. في صوت صح؟ تمام. فزي مثلا الكانسر ديزيز ديتكشن، في الكانسر ديتكشن ممكن اقدر ان انا احمي حياه المريض، ان في الكمبيوتر فيجن والايمج بروسيسنج يقدر يشوف الميوتيشنز حتى الصغيره قوي اللي هي البراكتيشنر مش هيقدر يشوفها بالعين المجرده وممكن تعدي عليه. لا ان ايمج بروسيسنج على هاي ريزولوشن ايمج اللي هو تيبيكال بيطلع من اي ام ار اي او اكس راي دلوقتي، هيقدر الكمبيوتر فيجن تقدر تايدنتيفاي ان في ميوتيشن في مكان معين، وتقدر تشوف كمان تعمل ايرلي ديتكشن. ممكن يبقى في عندي باترن في الام ار اي او في الاكس راي يبين ان في يعني في بوتنشال ان يحصل ميوتيشن، ما حصلش لسه ميوتيشن بس ممكن يحصل. كمان في عندنا في حاجه اسمها ريفورسمنت مودلز زي في الكيس بتاعت السيلف درايفنج كارز. طب هستأذنك ان احنا هنقف في النص كده ناخد شويه اسئله، بس اكمل اكمل جزء ويعني تيك نوتس. بس موضوع السيلف درايفنج كار مش مجرد كمبيوتر فيجن بس، يعني مش مجرد ايه ان العربيه بتشوف، لان احنا كهيومن لما بنسوق ايه اللي بيحصل؟ السكيل بتاعتنا في السواقه مش مجرد ان احنا نشوف ان في قدامنا حاجه، السكيل الاهم من ان احنا ايدنتيفاي اللي قدامنا ان احنا نعمل ايه؟ ناخد بروبر اكشن، ناخد الاكشن صحيح عشان ما نعملش مشكله ما نعملش حادثه. ففي جزء اضافي في الاوتونوماس كارز والسيلف درايفنج كارز بيتكلم على الريفورسمنت. الريفورسمنت مقصود بايه؟ اتعلم بالتعامل المباشر. زي مثلا الاكزامبل بتاع الايميتيشن درايفنج، زي ما احنا كهيومنز بنتعلم السواقه ازاي، بيبقى قاعد جنبي السواق وانا بسوق، سوري الترينر بيبقى قاعد جنبي وانا بسوق، بيزد على الاكشن اللي باخده هو بيديني اكاوند اوف ريورد، يعني يا اما ايه يسيبني اسوق فانا كده معناه ان انا سايق صح، او يقوم ماسك ايدي ومعدل السواقه سنه. التعديله السنه دي زي وات كول رينفورسمنت ليرنينج، ان انا بتعلم بايه؟ بالمحاكاه شويه. فانا مع الوقت مع يعني بوزيتيف ونيجاتيف ريوردز ببتدي ان انا ابني ماي اون نولج في السواقه. ده نفس اللي بيحصل في السيلف درايفنج كارز بالظبط، او شبيه بيه يعني، مش نفسه بالظبط، في طبعا مور كومبلكس سكيم، ولكن ده اللي بيحصل في السيلف درايفنج كار. بالاضافه للكمبيوتر فيجن ده جزء اساسي اقدر ايدنتيفاي الانفايرمنت اللي حواليا واشوف ايه اللي موجود. بالاضافه لكده كمان محتاج ان انا اقدر اخد بروبر اكشن، وتقدر العربيه تتعلم بالايه بالتجربه، كل ما تعمل غلطه او يحصل حاجه اب نورمال او يحصل بيفر معين العربيه تبدا تتعلم منه. ده نوع تاني من الاي اي. في كمان نوع تاني من الاي اي يتعلق بحاجه اسمها الاوتونوموس ايجنتس والاي جي اي، زي الحاجات مثلا الاماكن زي ما قلت من شويه المحيط، عايزين ننزل ديفايسز، الديفايسز دي تقدر تمشي براحتها مش محتاجه حد يعملها ريموت كنترول، هي تقدر تاخد اكشنز. يعني مثلا هنزل ديفايس، الديفايس ده هيعرف ان في قدامه اوبستكل يعرف يتجنبه، مش لازم حد يتجنب الاوبستكل. ممكن يروح يعمل ديتكشن او انسبكشن مثلا على كابل بحري مثلا من الكابلات على اعماق كبيره جدا، ممكن يبتدي ديتكت حواليه الصور بتاعه المارين انيمالز اللي هي اندر ستادي. فهيديتكتها ازاي؟ مش مجرد ان حد هيوديه في مكان يقول له صور، لا هو بيتحرك في المحيط او اندر ووتر يعني، ويبتدي ان هو يعمل ايه؟ يبتدي ان هو بيز على الحاجه اللي بيشوفها ياخد اكشن. يعني مثلا لو لقى تجمع لحيوانات معينه كمية كبيرة ممكن ايه يديديكيت وقت اكتر عشان يتعامل معاها ويبتدي يصورها ويطلع منها وياخد عينات من الاماكن اللي هي موجودة فيها وهكذا. بس اقول في الحالة دي انا عايز الايجنت او الديفايس نفسه ياكت بشكل اوتونوموس. نفس الكلام ابليكابل برضو على الدرايفنج سيلف درايفنج كار، على اوتونوموس كار، عشان كده عشان السيلف درايفنج كار انا بسيبها تشتغل وتمشي، مش عايز درايفر يبقى موجود معاها.
الكلام ده بيعتمد على حاجه اسمها AI. ده نوع تاني من AI، Artificial Intelligence، اللي هو ايه؟ الارتفيشال انتليجنس بطبيعته بيشتغل في سيستمز، يعني محتاج حاجه زي كلاود كومبيوتنج عشان يشتغل عليها. الايدج اي اي بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على التيرمينال ديفايسز من غير ما يحتاج كونكشن تو ا كلاود، يعني الموديل بيتبنى بيكون موجود وتحط زي العربيه بالظبط، يعني العربيه مش محتاجه يبقى في كونتينوس كونكشن مع اي حاجه ريموتلي زي داتا سنتر او سيرفر او ايفر، لا هي بطبيعتها جواها كل حاجه امبيدد فيها. الاي اي سيستم او الاي اي موديل بنقول عليه الاي اي موديل موجود جوه العربيه نفسها، فالعربيه بتتحرك في اي مكان وتقدر تاخد اكشن حتى لو كانت كومبليتلي ديسكونكتد من اي سيستم المفروض تكون كونكتد بيه. فشكل ده شكل الاي جي اي، يعني الاي جي ديفايس بتبقى عربيات، عجله، طيارات طايره، كاميرات مراقبه، يعني فرايتي اوف، ممكن تكون موبايل ديفايس بتاع الكونسيومر. والاي اي سيستم او الاي اي موديولز امبيدد موجوده جواها، موجوده عليها. وبالتالي الديفايس نفسه كان اكت ايه بشكل اوتونوموس، مش محتاج حد يوجهه، مش محتاج حد ياخد اكشن بنيابه عنه. ممكن قد تكون اي او تي ديفايس، في اوفرلاب ما بين الاثنين بالظبط. برضو خد نوت هو في اوفرلاب، بس مش كل اي او تي ديفايس اذا يعني في ايدج، يعني في لو ليفل ديفايسز خالص، سنسور مثلا مش عليه حاجه، بس كاميرا ممكن يبقى عليها موديل يعمل كمبيوتر فيجن من على الكاميرا نفسها، مش لازم ابعت الصوره في الباك اند. من الحاجات المشهوره زي ما كنت بقول لكم اوبن فينو، اوبن فينو از ميد باي انتل، وان اوف ذا موست ماتيور اي اي باكجز، بتهندل حاجات كتير قوي منها المودلز الخاصه بالسيلف درايفنج كارز، زي مثلا ايدنتيفاينج البيدسترينز، ايدنتيفاينج اللينز في الطريق، سرعه العربيه اللي قدامي، الاتريبيوتس بتاعت العربيه. فا اتس فيري فيري نايس باكج في الاريا بتاعت الاي جي اي. في كمان سبيشال اي اي، سبيشال اي اي معني بيه اللوكيشن والجي اي اس، الحاجات اللي فيها جي اي اس مثلا زي ايدنتيفاينج الاراضي، يعني ده يمكن صوره من مشروع بيحصل في مصر، اللي هو ازاي من عن طريق الساتلايت ايمجز نقدر نحصر الاراضي ونبقى عارفين اماكنها ايه وحدودها ايه وانواع الاوبجكتس الموجوده فيها. فذيز انذر كايند اوف ذا الكايند، ده مربوط بالاماكن شويه. ينبع منه حاجه شبيهه بيه، ده از انذر اكزامبل، حاجه اسمها ريموت سنسنج مودلز، برضو تطبيق من تطبيقات الاي اي. مقصود ايه بالريموت سنسنج؟ ان ممكن ان انا اعمل حاجات بالساتلايت من غير ما يبقى في حاجه على الارض خالص. يعني مثلا احنا في البريسيشن اجريكلتشر بنعمل ايه تيبيكالي؟ بنحتاج انا عايز ازرع المحاصيل ويبقى في كايند اوف اوتوميشن، فبحط سنسورز عشان تقيس درجه حراره النباتات، الهيوميديتي، الرطوبه الموجوده عشان اتحكم في كميه الميه بتاعت الري. ممكن اعمل برضو يبقى في درونز شغاله بتصور عشان لو في انفكشن موجوده في مكان معين للنبات اقدر ان انا ديتكت الانفكشن دي بسرعه. في يعني above this level كمان ممكن استخدم الساتلايت عشان اعمل الحاجات دي، فمش محتاج ان انا ازرع سنسورز، مش محتاج يبقى في ديفايسز موجوده في المكان عشان اوصل لهدفي. انا ممكن عن طريق صور الاقمار الصناعيه اعرف احدد مثلا مستوى الرطوبه في الارض. الكلام ده ممكن يكون قد يكون ما مرش بينا قبل كده او غريب شويه. انا عايز اقول لكم احنا ممكن نحدد لغايه مسافه حوالي 2 و3 متر اكيورسي ونحدد نبات نبات، يعني ممكن يبقى في ابلكيشنز موجوده از وي سبيك بتعتني بزرعه في الارض، مش مجرد ان هي بتاخد كده صوره على مثلا فدان ببعضه كده تقول الرطوبه فيه كام، لا بتاخد ايه سبوتس من الاراضي وتقدر تايدنتيفاي الانفكشنز الموجوده فيها، ديزيزز، تايدنتيفاي الرطوبه، تقدر تايدنتيفاي مثلا المحصول بقى ماتيور ولا مش ماتيور، يعني عشان الحصاد بتاعه يتم ولا لا. ففي تطبيقات كل ده بيتم ريموت سنسنج عن طريق الداتا اللي جايه من الاقمار الصناعيه. في كمان بدا يبقى في اتجاه زي الاكزامبل ده بتاع ان احنا عايزين في الفاينانشال سيكتور نبتدي نشوف الكرايسيس اللي ممكن تحصل كايند اوف ريسك مانجمنت، وبالتالي نبني عليها الفاينانشال بلان، يعني يبقى عارفين مثلا زي ما حصل مثلا للاسف الشديد في المغرب مثلا، حصل زلزال، حصل اعصار في مكان معين، طب لو قدرنا نستخدم الريموت سنسنج فوق الارض بقى على مستوى الارض كلها عشان نقدر نشوف الاماكن اللي فيها بوتنشال يحصل فيها زلازل، يحصل فيها مشاكل في المياه وهكذا، ونبني الفاينانشال ديسيشنز
بناء على هذا الكلام، زي الانفستورز الكبار عايز يروح ينفست وهيحط مثلا ايه 2 3 مليار دولار في مكان، فانا عايز قبل ما اروح ابقى مطمن المكان ده از ريسك فري او يبقى عندي ميتيجيشن بلان للريسكس. كل ده بيتم عن طريق الاقمار الصناعي. احنا في حوالي 4000 قمر صناعي موجودين، وفي جزء كبير منهم الداتا بتاعته اوبن، يعني اي كان اكسس الداتا بتاعت الايه الاقمار الصناعي. ذيس از ا فيري جود ابلكيشن اي اي، وبدا يظهر كمان تطبيقات كتير عليه. الكونفرزيشنال اي اي والكوجنيتيف مودلز من حاجات طبعا اللي احنا يعني كلنا بنحسها دلوقتي عن طريق البيرسونال اسيستنتس الموجوده، وازاي بتقدر تعمل كونفرسيشن مع الايه الاند يوزر. وكمان الكوجنيتيف مودلز اسوشيتد معاها اللي هي بتشوف الايه زي النيورو ساينسز كده، بتشوف تحاول تنتراكت مع المخ بشكل مباشر. طبعا ده يختلف عن انا اتعلم طريقه التفكير، ده دومين تاني. لا في دومين ازاي يقيس السيجنالز، يعني في سماعات دلوقتي بتتعمل عشان يقيس مثلا مستوى الاتنشن بتاع الدرايفر وهو سايق بالنسبه للناس اللي هم يعني عندهم احتياجات خاصه، يشوف مستوى التفكير والاتنشن بيقيسها عن طريق الاشارات بتاعه المخ ويربطها بي اي اي ابلكيشن عشان يقدر ان هو يبريدكت، يقول السواق دلوقتي الاتنشن بتاعه اقل مثلا من ثريشولد معين 80%، فهو نيد تو تيك اكشن، نوقف العربيه على جنب، يبقى فيها حته كده سيلف درايف. ففي انتجريشن مع النيورو ساينسز برضه. طبعا الخطوه القفزه الضخمه اللي حصلت وكلنا يعني عدت علينا هي موضوع الشات جي بي تي. ويمكن الشات جي بي تي القفزه اللي حصلت ديو تو الكابابيلتي اللي الناس كانت بتدور عليها من زمان جدا، وهي هاو تو جنريت بالنسبه للتكست بالذات. طبعا شات جي بي تي بدا الاول في تكست، وبعدين الجينيريتيف مودلز بدات تكستند للفيديوز والفويس والايمجز، يعني بتكفر كل انواع الداتا يعني. طب نقصد ايه بالجينيريتيف؟ في الحقيقه الـ قبل الـ يعني هي الايديا بتاعت الجينيريتيف مودلز موجوده مش جديده كايديا، بالعكس كانت تعتبر طموح للساينتستس اللي هم شغالين في الاريا زي ال NLP اللي هي Natural Language Processing. قبل ما يظهر الجينيتيف اي اي بالشكل ده كان الموجود بنسميه اكتر سيرش اند ريتريفر، يعني نقدر نفهمها ان احنا نقارن شغلنا على جوجل لو بدور على معلومه مع شغلنا على تشات جي بي تي لو حد جرب يشتغل مع تشات جي بي تي. في جوجل احنا بنعمل ايه؟ بندخل ندور على نتائج، بندخل ندور على حاجه معينه. جوجل ما بيرجعناش كونكلوجن، صح؟ مش بيرجع كونكلوجن، هو بيرجع لنا ايه؟ بيرجع لنا الاكشوال سورسز بس رانكينج. فالالجوريزم بتاع جوجل سيرش بيعمل في الحقيقه سيرش اند ريتريفال بيز على حاجه اسمها ريليفنس، بيقيس الريليفنس، بيشوف الدوكيومنتس اللي هو عامل لها اندكسنج دي الموجوده عنده في قاعده البيانات بتاعته هي قريبه قد ايه للحاجه اللي احنا بندور عليها، فبيكريت بيكونتيفاي كده او بيكريت كونتيفيكيشن لحاجه اسمها ريليفنس متريك عشان يقيس بيه. لو هو عنده ليتس سي 1 بليون دوكيمنت، من ال 1 بليون دول ايه اقرب دوكيمنتس للي انا بدور عليه؟ وابتدي يعرض لي الدوكيمنتس دي رانكت بالايه؟ بالريليفنس، يشوف اكتر حاجه ريليفنت وبعدين تاني اكتر حاجه، تالت اكتر حاجه. ده الطريقه اللي هو بيعتمد عليها حاجه زي جوجل، فهو ما بيدينيش كونكلوجن، هو بيديني الاكشوال داتا تمام؟ وانا اللي هقرا واطلع الكونكلوجن. فذيس از وات يو كول سيرش اند ريتريفال تكنيك. تشات جي بي تي ما بيعملش كده، تشات جي بي تي تريند على كونتنت اوريدي موجود، والتريننج اللي حصل على الكونتنت ده خلاه يقدر ان هو كمان يجنريت كونتنت. بيجنريت كونتنت مشابه او بنفس الكيفيه اللي الهيومنز بيفكروا بيها او اللي بيكتبوا بيها بمعنى صح، لان يعني احنا في الحقيقه بنعبر عن الايه؟ عن افكارنا بان احنا بنكتبها وبنعملها على صور ايمجز او فيديوز او فويس. دي طريقه التعبير الكمبيوتر بيفهمها من خلالها. فالجنريشن هنا مقصود بيه ان انا بكريت كونتنت ما كانش موجود في نفسه، بس هو مبني على ايه؟ مبني على حاجه كانت موجوده ديفنتلي، يعني هو الشات جي بي تي والحاجات السيميلر ليه مش بتكريت حاجه فروم سكراتش، مش بتنوفيت يعني. هي في الحقيقه بتعمل ايه؟ اتعلمت من كونتنت كميه مهوله جدا من كونتنت، وبدات بيز على الكلام ده تجنريت. هنشوف فيديو كده يورينا ازاي الموضوع ده بيمشي. بس طبعا دي كانت القفزه الكبيره، لان احنا بدانا نحس بايه؟ بدانا نحس ان الكمبيوتر بيقدر يتجاوب معانا. فهو حتى مش مجرد بسيرش كده وخلاص، يعني بساله سؤال، لا انا ممكن اساله سؤال وانا اقول له طب اديني اجابه احسن، طب الاجابه دي غلط. ف اتس ا كايند اوف ايه مور اوف كونفرسيشن او يعني تفكير مشترك، بقى في محاوره مشتركه، يعني بتكلم مع حد. اللي بيخليني احس ان اللي قدامي بني ادم هو ايه؟
مش 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 شكله صح، اللي بيخلينا نحس ان قدامنا بني ادم ان هو بيتجاوب معانا، بناخد ندي مع بعض، فبيحصل ايه يعني زي فيوجن اوف سوتس كده مع بعض. عشان كده لو انا بتكلم مع حد خامل شويه او يعني مش عايز يتكلم معايا، فما بحسش بنفس الايه الراحه يعني انا بتكلم مع حد. فتشات جي بي تي عمل الحكايه دي، انا بتكلم معاه وبقول له لا ده غلط، طب انا فاهم. طبعا بيطلع في مصايب بتحصل في الطريق تمام، بس في الاخر كولكتيفلي يعني اوفر اول كان حلمه اتحقق يعني. فده اللي خلى فيه بريك ثرو عنيف طبعا مع تشات جي بي تي. طيب لما تشات جي بي تي طلع كان تقريبا لوحده، الكلام ده كان كام؟ اكتوبر او نوفمبر 2022 تمام، يعني من كام شهر. وفي خلال 3 4 شهور بقى ظهر بقى ايه كميه عنيفه من الايه من الحاجات اللي هي يعني يا اما جنريتيف شبه تشات جي بي تي او بيزد على حاجه ثانيه جنريتيف، يعني مش كل الحاجات دي جنريتيف بنفسها، بس زي ارمورو في ايه في دومينز كتيره بقى في التكست طبعا اكتر حاجه، لان التكست هو كان الاصل وكان اوريدي معمول فيه مجهود كبير. يعني عايز اقول لكم ان احنا هنا في مصر عندنا مئات الساينتست شغالين في الناتشورال لانجويج بروسيسنج، ومنهم ناس طلعوا في اعلى 2% من العلماء المؤثرين في العالم بيز على ستانفورد السنه اللي فاتت قبل ما يطلع تشات جي بي تي ب3 4 شهور. الناس العلماء الكتير جدا دول في مصر في العالم في يعني عشرات الالاف من اقل تقدير للناس اللي شغالين في ناتشورال لانجويج بروسيسنج. ظهور حاجه زي تشات جي بي تي كانت قفزه، يعني الحد اللي كان متفائل قوي كان بيقول مثلا ايه قدامنا 20 سنه 30 سنه لغايه ما يطلع حاجه ايه بتجنريت. اوكي انا كنت بعمل كونسلتيشن في الوقت ده لشركه بتعمل تشات بوت بالعربي، وذي ار فيري اكسلنت، عاملين حاجه كانت في وقتها تعتبر خارقه بالنسبه للعرب يعني، بس برضو كانت ايه سيرش وريتريفر بيز على تكست مايننج والتراديشنال ناتشرال لانجويج بروسيسنج. الشيف ساينتست اللي هو عامل الشغل ده كله وانا اعرفه من 20 سنه، بقاله مثلا حوالي 20 او 22 سنه شغال في الدومين ده، يعني ما بيعملش حاجه ثانيه. فكان بيتكلم على الجينيتيف موديل زي ان هي حاجه حلم يعني مش هتحصل. وظهر بقى حاجات بقى في كل في الفيديو ظهر عندنا في الايه في الايمج بروسيسنج الكودنج، يعني تقريبا في دومينز كتيره 3 دي ديزاين السبيتش ريكوجنيشن. يعني في الحقيقه بقى عندنا يعني بورتفوليو ضخمه، ودي مش كل حاجه، دي مش اكزوستيف ليست يعني مش فيها كل حاجه، لا دي يعني حاجات مشهوره. خلي بالكم برضه في حاجات بتقفل كتير، يعني مش كل حاجه بتكمل، وفي ناس كده يعني بيعملوا كويك وينز. يعني طبعا عندنا الديلاما او الايشو، مش ديلاما، هي ايشو كبيره قوي اللي هي خاصه بالايثكس والبرايفسي والتعامل مع الداتا، هنتكلم عليها كمان شويه. فاللي ظهر على تشات جي بي تي انتشر فجاه وبقى حاجه ضخمه جدا. طيب الدنيا رايحه فين بقى؟ التفكير دلوقتي فيه في الايه بيسميه جنرال اي اي. يعني الجنرال اي اي فكرته فيه انا عايز ماشين بتتجاوب وبتفهم وبتعمل كل حاجه، وبتفهم الصور وتفهم التكست وتتكلم معايا وتفهم في كل الدومينز. يعني خلي بالكم هنتكلم شويه عن موضوع الدومين ده، الاي اي مش دومين فري، دومين سبيسيفيك شويه، يعني حسب هو تريند على ايه بيبقى ايه يقدر يشتغل فيه. بس هو البرزنتيشن هيبقى شيرد يعني صح؟ الحاجات دي ماشي بجنريت كود. يعني انت مثلا عايز تبني حاجه مثلا فورم معينه، شاشه، ابلكيشن، ويب سكرين، فبجنريت الكود. يعني انت حاجه زي تشات جي بي تي بتساله انا عايز اعمل مثلا فورم بتعمل كذا 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 كذا، بيطلع الكود بتاعها. بتقول له مثلا ايه بايثون، عايزها سي شارب، عايزها روبي اون ريلز، فبيطلع لك الكود باللانجوج اللي انت بتختاره. ده من احسن الحاجات الموجوده، لانه في الحقيقه اتعلم من حاجات زي ستاك اوفر فلو وكورا، عندهم ريبوزيتوري ضخم قوي من الكود، والكود بطبيعته ستراكشر، فهو من اكتر الحاجات اللي فيها افشنسي موضوع الكود. لا مفيش احسن بقى، انت لازم تجرب بنفسك يعني. لا مفيش حاجه احسن من احسن يعني. انا بصراحه ما بعملش كود ديفلوبمنت بيه، انا بس بجرب، فما اقدرش، ما عملتش بنش مارك. طيب
الاي جي اي اللي هو الارتفيشال جنرال انتليجنس هدفه ده التفكير بقى الناس راحه في الاتجاه ده وان اوف يعني مين ستريمز ازاي بقى نطور جينيريتيف اي اي ونخليه مور كومبرهنسيف وبيقدر يفكر تقريبا في كل حاجه في الدنيا. فده طبعا واحد من الاحلام القديمه. الحاجات دي على فكره مش جديده كافكار، يعني الافكار دي موجوده من زمان جدا وليها ريفليكشنز. يعني عايز اوريكم حاجه ظريفه كده، ايه وان اوف ذيس ريفليكشنز. في نوفل مشهوره قوي اسمها ذا تايم ماشين، ما اعرفش حد قراها ولا لا. هي بتتاخد ان هي ساي فاي بس هي في الحقيقه هي مورف، يعني فيها عمق نفسي بشري كبير جدا. هي القصه بتدور حوالين ساينتست كان موجود 1800 حاجه وخطيبته ماتت في حادثه، فعمل ايه؟ فكر انه يخترع التايم ماشين، هو ساينتست بقى وكده يعني جامد، يخترع تايم ماشين ويرجع في الزمن عشان ميتيجيت المشكله اللي حصلت فيبقوا يعيشوا حياه سعيده وكده. يعني هو في الاول القصه تبان يعني بسيطه قوي بس هي فيها عمق، يعني لازم نقراها. بس الحته اللي عايز اخدها ولقيت لها فورشنتلي فيديو، يعني هو حصل ايه؟ عمل تايم ماشين بتاعته ورجع، كل ما يرجع في الزمن وينقذها تموت بطريقه ثانيه، فكل ما يرجع في الزمن ينقذها من الموت تموت بشكل ثاني. فقال لا خلاص، يبقى الاجابه مش موجوده في الايه؟ في الماضي، موجوده في الفيوتشر. فبدا يطلع ليه لقدام، فلما طلع لقدام راح في زمن بقى متطور قوي. هنشوف الايه يعني اللي عايز اوصله ايه الريفليكشن بتاع الناس. الكلام ده الروايه دي 1800 حاجه تقريبا او 1900 حاجه الروايه نفسها، يعني فيعني 1900 حاجه و40 او حاجه و50. فنشوف ازاي ان الناس من زمان بتفكر فكره ايه الماشين الكونكتد تو اول داتا بيزز في الدنيا، وتقدر ان هي ايه تبقى يعني اكاونت اوف جنرال اي اي. رب الصوت يشتغل بقى. هو دلوقتي لما راح في الفيوتشر راح ايه شاف يعني دخل لقى فيه مكتبه ضخمه جدا، فدخل يقرا فيها وعايز يدور على الكتب عشان يقرا يشوف الناس اللي في المستقبل عرفوا بقى ازاي يقدروا يميتيجيتوا المشكله اللي كانت موجوده عنده في موضوع خطيبته ده. فدخل المكتبه. دي الحته المهمه، ان هو ايه ده الفكره دي موجوده في القصه الاصليه القديمه، يعني ان هو ايه الفوتونيك ده كونكتد تو افري داتابيز ويقدر ان هو يطلع كونكلوجن وبيعمل كونفرسيشن وكمان بقى ايه يعني ريفلكتد على شكل هيومن وليه اي دي زي ما احنا شفنا. فالايه الصوره الذهنيه دي موجوده بشكل يعني قديمه جدا. Knowing about physics. Ah, access to physics. Mechanical engineering. Rich logics. Anonymous. Temple calls out. Temple power. Time travel? Yes.
That's just a science fiction. No, no, practical application. My question is, why should one change the past? Because one cannot travel into the past. What if one could? One cannot. Excuse me, this is something you should address now. That's something that relates to Isaac Asimov, H.G. Wells, Paul Allison, Alexander Harvey. هو نفسه ألكسندر. فده ال زي ما بقول الصورة الذهنية الموجودة في أذهان الناس من زمان هو موضوع الجاينت أو الجنرال اي اي وان ماشين هيوج كونكتد تو اول سورسز نولج بيز. عايز اقول لكم ان في شركات بدون ذكر اسامي شركات كبيره انفستد بليونز في الفكره دي من زمان من 1980 بداوا فيها. يعني انا 1994 قابل 97 قابلت حد ريسيرشر مصري فبتكلم معاه وانت بتعمل ايه وبتشتغل في ايه. كان شغال في المشروع ده عايزين نعمل الماشين كوجنيتيف ليرنينج وكونكتد بالداتا بيزز تسال السؤال تجاوب الاجابه اللي هو حصل مع تشات مع تشات جي بي تي. فالفكره دي موجوده ويعني فكره ملحه على الناس. هايبر نولج بالظبط. كان في كذا اسم بقى يعني في نفس والفكره بتاعت الاكسبرت سيستمز كانت بتدور حوالين نفس القصه. طيب في بقى دومين تاني بقى مهم اي وود سي ان هو ممكن يكون هو المور براكتيكال دومين النكست ستيب افتر الجينيريتيف اي اي وهي مور اوف كولابوريتيف اي اي. في الحقيقه الكولابوريتيف اي اي برضه دومين موجود بقاله فتره ككلام وكريسيرش ولكن لسه ملوش براكتيكال ابلكيشنز قوي. ليه بارتشر براكتيكال ابلكيشنز وبيدور حوالين ايه هاو تو كولابوريت يعني ازاي يبقى في كولابوريشن بين الهيومنز نفسهم حتى ايفن وما بين الماشينز يوزنج الاي اي او يكون الاي اي كاي اي ك ك ك كنولج وك ك كابابيلتيز مبنيه عن طريق الكولابوريشن اللي موجود ما بين الهيومن وبين الماشينز. حتى في الليفل بتاع الماشينز نفسها في ريسيرش موجوده على ازاي الماشينز تقدر انتراكت. يعني النهارده عندنا درونز الدرون دلوقتي بتشتغل عن طريق اوبريتور يعني ليها زي بانل كده زي ما بشوف كده الاولاد الصغيرين بيلعبوا بالدرونز اللي هي اللعبه دي. الدرونز الحقيقيه ليها برضو كنترول بانل وبعمل كنترول واحده واحده. ظهر بعد كده حاجه اسمها انتربرايز درونز سيستمز بيبقى ايه مثلا عندي 100 درون. لو عندي 100 درون بيغطوا منطقه زراعيه كبيره ديفينتلي مش هينفع ان انا اجيب اوبريتورز يقعدوا يشغلوهم مش هتمشي. لازم يكون في سيستم هو اللي بيقسم وبيوزع ودي تطير فين ودي تطير على ايه ودي تعمل ايه. ومش كل الدرونز زي بعض. في درونز بتفيجوال بتصور في درونز ثانيه بتقدر تشيل بيلود. يعني ممكن تروح تاخد مثلا مبيد حشري مثلا وترشه على الارض ممكن تروح تشيل حاجه اوبستكل موجوده. فازاي اوبريت 100,000 هكتار مثلا بدرونز صعبه. واحده من السيشنز اللي شاركت فيها من 4-5 سنين كان في جامعه الملك فهد في السعوديه كانوا بيبنوا بروتوتايب لسيستم زي ده كده عشان موضوع الكرايزس اللي هي بتحصل في الصحراء. مثلا ايه السيول. السيول بتتكون في الصحراء وبعدين تيجي مثلا على مدينه زي جده مثلا. فلو قدرنا ان احنا نديتكت بقى نكفر ما اقدرش اكفر الصحراء احط درون تفضل موجوده طول الوقت في مكان معين صح. البديل ايه اللي يبقى عندي فليت اوف درونز بيروح بريوديكالي يلف ويدور ويصور ويكون موزع المكان ما بينه. اوكي فالكولابوريتيف اي 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 وود سي ان هو وان اوف ذا نيكست ويفز اللي هتيجي ان شاء الله قريب. كل الحاجات اللي فاتت دي انواع من الاي اي. اللي عايز اقوله ان الـ
لما بنقول كلمه اي اي، كلمه اي اي كلمه كبيره جدا وكلمه واسعه، مش مجرد جاست وان ابلكيشن او تو ثري كايند اوف ابلكيشن. احنا عندنا فرايتي كبيره بتشمل تقريبا كل حاجه، ايفن حتى التراديشنال بروجرامنج في جزء اي اي، لان الاي اي نفسه از ا ساينس في حاجات تانية غير الماشين ليرنينج وغير البريدكتيف مودلز والكمبيوتر فيجن والديب ليرنينج والحاجات اللي اتكلمنا عليها دي. طيب عموما في لما بيجي يحصل ادوبشن بيكون دايما عندنا تو اكستريمز. في ناس بيكونوا براجماتيك، الناس البراجماتيك ما بيستنوش وما بيفكروش كتير وما بيحسبوهاش زي ما بنقول، بيروح على طول يشوف ايه اقرب ابلكيشن ممكن يعمله ويشتغل عليه. لما ظهرت شات جي بي تي في ناس بدات تشتغل وزي ميك مليونز يعني من الستارت ابس بتاعتهم في اللقطه اللي هي ما بين شات جي بي تي 3 و 3.5. 3 كان مفتوح، كانوا لسه اوبن اي ما حسوش بالايه بوتنشال قوي او لسه مصدومين من الاكتشاف بتاعهم، تمام، فكانوا سايبينه مفتوح. من اول 3.5 بداوا يقفلوه ويبقى ايه في اي بي ايز وفي جوفرنس وفي اكسس كنترول، ففي حاجات كتير اتقفلت. يعني مثلا من الناس البراجماتيك اللي عجبني قوي بصراحه، عامل حاجه هو براجماتيك بس عامل حاجه فيها نوفيلتي. يعني كان في واحد كندي، اعتقد ان هو كندي هندي، عمل حاجه اسمها تشات جي بي تي زيرو. حد سمع عنه؟ لو حد بيشتغل في ريسيرش او في الجامعه هيبقى سمع عنه. تشات جي بي تي زيرو بيعمل ايه؟ لما تشات جي بي تي ظهر كده وانتشر، اول ناس بداوا او يعني اي وود سي اول ناس بداوا يعملوا يشتغلوا عليه الناس اللي بيعملوا بيبرز وريسيرش. انا عايز اقعد اكتب، هكتب 150 صفحه، الخلاصه بتاعت ال 150 صفحه دول موجوده في شابتر او جزء من شابتر، هتعب شويه اكتب الجزء من الشابتر وبقيه ال 150 صفحه مش هقعد اقلب بقى، اقوم رايح للتشات جي بي تي واقول له قول لي حته بتتكلم عن كذا كذا كذا، يقوم هاخد الباراجراف واظبطه وايه. فالراجل بتاع تشات جي بي تي زيرو ده عمل ايه؟ عمل ابلكيشن موديل، ماشين ليرنينج موديل برضه، يقدر ان هو يكتشف اذا كان الحاجه دي اوثرد باي تشات جي بي تي ولا لا. يعني تديله مثلا بيبر او ريسيرش او ثيسس بتاعت ماستر او حاجه، يسكنها ويقول هي بنسبه قد ايه ان هي متاخده من تشات جي بي تي. والراجل يعني باع لايسنس بقى للجامعات، وكان في جامعات كتير عايزه يعني تيجي الكلام ده. هو وقف عشان الانتجريشن مع تشات جي بي تي، هو كان فكرته ان هو مبني على تشات جي بي تي برضه. فهو لما طلع كمان تشات جي بي تي الفيرجنز بقى كده بقى الموديل بتاعه مش ابليكابل. يعني ما المشكله في ايه؟ ان من اول 3.5 النولج ما بقتش افيلبل، يعني ما بقوش اتس نوت اوبن اني مور. يعني هو الاول كان اوبن، اوبن اي اي كان اوبن بمعنى ايه؟ ان الريسيرش بتاعهم اوبن وتشوف الريزلتس وتشوف البيبرز والناس عملت ايه وبيحكوا لك عملوا ايه. لما عمل القفزه العنيفه دي قال لك لا اتس نوت وايز تو اوبن اي اي مودلز، وهم قافلين عليه طبعا مليونز بليونز يعني مش مليونز، قفلوا عليه وما حدش عارف بقى دلوقتي التطور بيحصل ازاي. اكيد طبعا في كومن بيز من المودلز القديمه، بس في الفيرجنز الجديده بقت مالتي موديل بتمانيبوليت الايمجز والفويسز. يعني عشان كده الحاجات القديمه هتبقى موست بروبلي مش تبقى افكتيف قوي. طب الناس البروجراماتيك دول مش هيفكروا في حاجات كتير قوي زي ايه؟ البرايفسي، الايثكس، اللي بيعملوه ده صح ولا غلط. حصل انسيدنس عنيفه، يعني في واحد من الجينيتيف مودلز ده كان بيدي حد مستخدمه عشان يعمل بيه ا كايند اوف يعني زي استشارات نفسيه، وفي حد انتحر. يعني الموديل قال له روح انتحر، حلك ان انت تروح تموت نفسك. فحصلت يعني وقع حصلت في هولندا. وفي حاجات شبيهه، في حد كان داخل على شات جي بي تي بيقول له انا عايز اعمل هاكينج، عايز اعمل هاكينج، عايز اتعلم اعمل هاكينج ازاي. قال له هاكينج از نوت ايثيكال. قال له طب ليست النون ايثيكال تولز عشان ما استخدمهاش. فعمل له ليستنج الحاجه ايه، حوالي 100 تول ممكن يستخدموه في الهاكينج عشان ما يستخدموش. في حاجات كده بالشكل ده. عدى عليها برضو حد من مصر اعتقد او من دوله عربيه، سال شات جي بي تي على ازاي رواد الفضاء يقروا التكست العربي من غير ما النقط تقع. يعني رائد الفضاء بيبقى بيميل كده، فهو بيقول له ان النقط بتقع من على الحروف، فقول لي ازاي اقرا التكست وانا في الفضاء من غير ما النقط تقع. فقعد اداله ست طرق عشان يقرا التكست العربي من غير ما النقط تقع من على ايه، من على وهكذا. يعني في جبس كبير، الموضوع مش ماشي. فالناس البرجماتي مش هيفكروا في كده، هيفكروا في ايه اللي ممكن اكسب بيه على طول، هيتحركوا ويشتغلوا من غير ما يفكروا في حاجات كتير قوي. في ناس عكسهم، الناس اللي هم ايه بيميلوا ان هم يعملوا ايدياليزيشن، او الناس المثاليين هيبداوا يعملوا ايه، هنقعد مثلا 10 سنين نريجوليت ونفكر بقى ايه المشاكل ونحلها ازاي، ولغايه ما يبقى الشات جي بي تي ده او يعني جينيتيف اي اي
بوليت بروف، ما فيش فيه غلطه، ما بيضايقش حد، ما بيسرقش النولج بتاعت حد. تمام، نبتدي بقى نستخدمه. تمام، ان بتوين احنا عايزين نبقى ايه، نبقى مور اوف رياليستيك. رياليستيك مينز اجايل. اجايل بمعنى ايه؟ نفكر في الكرنت كونسيكونسز واحنا شغالين، وفي نفس الوقت لا نتغافل عن الايه المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده. هقول لكم بقى بالتفصيل ليه احنا عايزين نكون الناس اللي في النص دول، يعني ما نبقاش سريعين قوي اي حاجه تطلع نعملها ادوبشن، لان احنا بنتكلم هنا على مين يا جماعه؟ بنتكلم على بزنس اورجانيزيشن، صح؟ فالبزنس اورجانيزيشن عليها ليابيلتي. يعني شوفوا الاكزامبل بتاع الراجل اللي انتحر ده، عشان الموديل قال له او الابلكيشن المبني على الموديل قال له انت الحل بتاعك بعد ايه مناقشات طويله وسيشنز وكده، قال له حلك موت نفسك بس السلاح وكل حاجه وكل الحاجات دي هتروح. ففين الليابيلتي بقى؟ نعمل ايه في الموديل ده؟ تمام، الليابيلتي هتيجي فين؟ مين مسؤول؟ مين هيتعاقب؟ مين السبب كمان؟ يعني هل السبب هو الموديل، في مشكله في الموديل، ولا السبب هو الشخص نفسه بشكل غير مباشر كان بايه بيليد الموديل انتو ان هو يقول له كده، هو عايز الموديل يقول له كده. ففي كومبليكيشنز كتير، مش اي حاجه نلاقيها نشغلها، لازم ايه نفكر عشان ما يحصلش ليجال كومبليكيشن. احنا برضو من ضمن الانسيدنس المشهوره قوي، كان في شركه في 2015 تقريبا ايام الانتخابات بتاعت ترامب، انا نسيت بصراحه التاريخ السنه اللي هي المرحله الاولى، اعتقد 2016 يمكن، اسمها كامبريدج اناليتيكا. حد سمع عن كامبريدج اناليتيكا؟ دي كانت فضيحه ضخمه جدا، ودي السبب الرئيسي ان طلع فيه ريجوليشن في اوروبا اللي هو اسمه جي دي بي ار، يعني اشهر ريجوليشن موجود في العالم للبرايفسي وبيحمي حقوق البيانات بتاعت المستخدم. كامبريدج اناليتيكا هم كانوا بيعملوا ايه؟ بيسحبوا داتا من على فيسبوك وتويتر والسوشيال ميديا، واستخدموه عشان يعملوا اكاونت اوف كلاود مانجمنت في الانتخابات بتاعت الرئاسه اللي هي الانتخابات اللي نجح فيها ترامب. واتمسكوا، الشركة قفلت، ويعني حصل عقوبات جامدة عليهم، يعني كان موضوع كبير. فيبقى إذا إيه، مش عشان الداتا افيلبل نروح إيه نستخدمه. ده الناس اللي هم برجماتيك بيعملوا كده، الناس الأدايز هيفضلوا واقفين مش هيعملوا حاجة لغاية ما يبقى ماتيور خالص وسليم وبولت بروف. فإحنا مش هينفع لا كده ولا كده، عايزين نكون في النص. طيب الجريت بريك ثروز في الحقيقة ما ظهرتش مع شات جي بي تي. يعني إحنا اتخضينا من شات جي بي تي ليه؟ عشان شات جي بي تي ادانا سنس اوف هيومانيتي ما كانش موجود قبل كده. يعني لما بقعد قدام جوجل عارف ان هو جوجل، والنتائج اللي بيطلعها لي متاكد ان هو جوجل ومفيش بني ادم تدخل في الموضوع. تمام، ولما كنت بدخل على تشات بوت بقدر افرق اذا كان اللي قدامي ده تشات بوت ولا لايف تشات في واحد قاعد ورا. ولما بيجي لي ايميل اوتوميتد الى حد كبير، تمام، بقدر ايدنتيفاي الايميل ده جاي من تشات بوت هو اللي بعته ولا جاي من هيومن حقيقي هو اللي بعته. لدرجه ان في ناس كانت في الميل في الاول كده بتكتب ايه ان هي هيومن عشان الناس ما تفتكرش ان شكل الميل عامل شكل اوتوميتد ايميل. طيب بس في الحقيقه ده اللي خلى حصل فيه بريك ثرو. بس في الحقيقه في بريك ثروز عنيفه حصلت من الاول، يعني في بريك ثروز كبيره حصلة من قبل كده اللي هي احنا بنشوفها في الدي تو دي اوبريشن. الحاجات اللي قدامنا دي زي جوجل وزي لينكد ان وفيسبوك وتويتر وانستغرام، في الحقيقه ذيس ار داتا كومبانيز، البيزنس بتاعها قائم على الداتا. تمام، وقائم على الماشين ليرنينج مودلز، وقائم على وات وي كول كولكتيفلي اي اي مودلز. اوكي، فالكلام ده عامل بيزنس. يعني فيسبوك لما بيدخلوا تيرن اوفر 16 مليار في السنه من البيزنس ماركتنج كامبينز، 16 مليار دولار في السنه، ده التيرن اوفر بتاعهم، بيدخلوه بيزد على ماشين ليرنينج مودلز. اوكي، ماشين ليرنينج مودلز والديتا مايننج مودلز واللي هي بارت اوف الاي اي سيستمز، اللي بتقدر توصل الاعلان لناس معينه في سن معين في شريحه معينه في وقت معين. اوكي، فالموضوع يعني العربيات زي تسلا والحاجات اللي ظهرت بعد كده قايمه على ايه؟ اي اي كومبليتلي، من غير الاي اي مش موجوده. فالبريك ثرو موجود، احنا ما حسيناش بالقفزه الا مع تشات جي بي تي، عشان زي ما انا حسيناها من كلمه حد يعرفنا كده وبياخد ويدي ونقول له حسن ودينا اجابه افضل من كده وممكن نضحك عليه خليه يدينا اجابات احنا عايزينها وهكذا. مع تشات جي بي تي ظهرت يوز كيسز كتيره، كانت مين لليوز كيسز مع تشات جي بي تي قايمه حوالين الكونتنت، وما زالت يعني هو اكتر حته بيفيد فيها هي موضوع الكونتنت. هنلاقي الحاجات اللي قدامنا دي في الاخر سنتر اراوند كونتنت. تمام، يعني ايه؟ اديوكيشن تريننج، انا عايز اعمل تريننج ماتيريال
أنا في دكتور صديقي هو يعني زي ما أقول إيه يعني حابب تشات جي بي تي فبيتعامل معاه كتير قوي. فصديق لينا قال له أنا عندي طلبة مشاريع وعايز أديهم أفكار مشاريع، يعني مش عارف أطلع أفكار، عايز أطلع 20 أو 25 فكرة. فدخله على تشات جي بي تي وقال له عايزين أفكار كذا كذا وتكون في مستوى الطالب ويعمل، وقعد حكى قصة طويلة كده، طلع له 20 فكرة. طبعًا هو الدكتور أستاذ المادة يعني التاني، فاتفاجئ بأن الأفكار نفسها بالظبط بتفت الإيه؟ المستوى اللي هو عايزه والطريقة اللي هو عايزها بالطريقة اللي هو بيفكر فيها. فده التوفيق. طبعا في موضوع كتابه البيبرز، في ناس بتبلش صراحه ان الاوثرز هم فلان وفلان وفلان وتشات جي بي تي في البيبر كده الاسماء، ان تشات جي بي تي بيبلش معانا، شارك معانا في اعداد البيبر. فهتلاقي الكونت حوالين الحاجات دي. الديبوجنج بتاع الكود من الحاجات اللي مشهوره قوي، لان الكود في الحقيقه استراكشرد قوي وموجود نوليدج بيزس اون ذا انترنت ضخمه واكيوميليتد فور يعني 10-15 years. الناس بتدخل تسال وتحل مشاكل، تسال وتحل مشاكل، وفي كمان ليبلنج موجود فيها. يعني لو دخلت مثلا على ستاك اوفر فلو ودورت على مشكله بكتب كذا 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 بيطلع لي ايرور معين، ففي 10 ردين واحد فيهم اخذ ايه جرين مارك. اوكي، فكمان الكونتنت نفسه ايه انوتيتد، يعني في ليبل بتقول هو ايه الصح. فالشات جي بي تي لما اتعلم على كل الكونتنت انكلودنج الحاجات دي اللي فيها كود، وبالتالي هو كتابته للكود مذهله يعني الحقيقه. يعمل ريفاكتورنج. يعني هي اللي حضرتك بتقوله ده ممكن يكون معمول اكتر حاجه في اي اي موديل سيمبوليك اي اي او رول بيزد اي اي. تمام، انا ممكن ابني رول زي زمان الماشين ترانسليشن. في الماشين ترانسليشن بترجم من لغه للغه، كنت بعملها ازاي؟ ما كانش بيزد على ماشين ليرنينج، هي ستيل اي اي بس كانت بيزد على رولز. تمام، بمابي الرولز بشكل معين ما بين اللغه السورس واللغه التارجت، فممكن يكون معمول كده. بس هنا لا، هو هنا عاملها بنفس الموديل، يعني هو بالترانسفورمر. وات از كولد تشات جي بي تي ستاندز فور ايه؟ بري تريند ترانسفورمر، تي دي فور ترانسفورمر. فهو بيعملها بالاسلوب بتاع الترانسفورمر، نفس الاسلوب اللي بيكتب لك بيه مقاله. يعني هو شاف عدد كبير، شاف حوالي 500 تيرا يعني 500 بليون توكن اتعلم منه بالسنتنس بقى بتاعتهم، اللي هو الكونتنت اللي جت 2021 في الموديل القديم. وبعدين تشات جي بي تي اوبن اي اي عملوا ايه؟ عملوا بقى لما طبعا في ايشو كبير قوي في البرايفسي الانتلكشوال بروبرتي الملكيه الفكريه. يعني تشات جي بي تي لما بيطلع ده طلع بيزد على مين؟ نولج بتاعت مين؟ كولكتيف نولج بتاعت الناس اللي كاتبه على الانترنت لغايه 2021، كل الحاجات الاوبن هو اتعلم منها. ايه؟ وفي حاجات كلوز كانت ببلش، يعني ما انت بتببلش حاجه باللايسنس، هو زي اجنورد اللايسنس واخد الكونتنت. فطبعا عشان ما يحصلش عليهم فاير باك عملوا ايه؟ في الفيرجنز الحديثه بداوا يعملوا اجريمنتس مع السورسز. والسورسز طبعا موضيان على ايه؟ كلنا بنمضي على ايه؟ اليوزر اجريمنت. بتدخل على السيستم يديك يوزر اجريمنت طويل جدا ما بتقراهوش، بتقول اكسبت. تمام؟ وبدات الشركات تتلاعب شويه في اليوزر اجريمنتس للاسف عشان تدي نفسها سماحيات وصلاحيات اكبر. بس يجي حاجه زي الجي دي بي ار اللي هو قانون حمايه البيانات الخاص بالاتحاد الاوروبي، لحسن الحظ ان هو بيبلوك حاجات كتير قوي اللي كانت بتحصل حتى لو انت موافق عليها، ستيل اللي هو ايه اجينست القانون، اجينست ريجوليشن. يعني انت ممكن توافق على حاجه اجينست ريجوليشن ما تبقاش فاليد. زي ار بروفايدنج يعني هاي ليفل اوف بروتكشن. وطبعا هم مطبقينه على كل دول العالم لان هو المفروض مطبق على المواطن اللي بينتمي الى الاتحاد الاوروبي ايا كان مكانه، وايا كان المكان اللي بياكسس منه الابلكيشن. يعني هي متعلقه مش بالابلكيشن ولا بالاتحاد الاوروبي، متعلقه بالمواطن اللي بيقع او بينتمي للاتحاد الاوروبي. فعشان كده هي سبريد اكروس ذا وورلد كله، كانت بزنس ضخم. طيب الادوبشن بقى عامل ازاي؟ يا ريت نبقى ندخل على اليو ار ال ده في الارقام بتاعه شات جي بي تي، ارقام عنيفه. شات جي بي تي تاني اسرع ابلكيشن في عدد اليوزرز. تمام، بعد مين؟ بعد كان اسمه ايه زي تويتر،
ثريدز بالظبط. ثريدز كان اسرع حاجه. ثريدز عمل اول مليون في ساعتين، اول مليون يوزر في ساعتين. تشات جي بي تي عملهم في 5 ايام. الابلكيشنز بقى الثانيه دي اخذت سنين عشان توصل تجيب المليون. يعني نتفليكس شوفوا فين المليون بعد قد ايه. فتشات جي بي تي تاني اسرع، يعني ثريدز اسرع واحد، تشات جي بي تي تاني ايه، تاني اسرع ابلكيشن في عدد اليوزر. واعتقد دلوقتي داخل على يمكن 400 مليون يوزر، اظن هو بقى بالسبسكريبشن وكده يعني بس شغال. طيب الاي اي بقى هنا تبرز المشكله الكبيره. يعني الترم بتاع الاي اي احنا في البيزنس انتربرايزز عندنا مشكله في الترانسليشن اوف اي اي. بمعنى ايه ترانسليشن اوف اي اي؟ الاي اي بقى ترند، فالمديرين عشان يبينوا ان هم يعني عندهم حاجه حلوه جوه الشركه بتاعتهم ممكن يقولوا ايه، احنا عندنا اي اي تمام، وي ار ادوبتنج اي اي. والموظفين عشان يعني في الاي تي عشان الاكزكتيفز يبقوا مبسوطين فبيقولوا احنا وي ار ابلاينج اي اي. فالموضوع ترند، ترند زي ما حصل لو انتم فاكرين من اربع خمس سنين في البلوك تشين لما البيتكوين بقت سعرها 30,000 دولار، الناس اتخضت. حاجه مش موجوده تمام، يعني مش ممسوكه في الايد، ووصلت 30,000 دولار. فحصل برضو يقول لك احنا عندنا بلوك تشين وهنبني كل حاجه على البلوك تشين. وذات تراينج تو ثينك اباوت هو ايه البلوك تشين، هو ينفع ولا ما ينفعش الحاجه بتاعتنا. الاي اي نفس القصه بالظبط. الاي اي بنقوله كده من غير ما نفهم الاسنس بتاعه ايه، هو وات از اي اي، ايه هو الاي اي. في الحقيقه الاي اي ممكن يتشاف بثلاثه فيوز، وده اللي بيعمل لخبطه. يعني ده اللي بيعمل، انا دايما بتسال السؤال ده، هو ده اي اي وده اي اي وده اي اي. في ثلاث حاجات اي اي، الثلاثه مختلفين عن بعض بس بيوفرلاب وفي تداخل ما بينهم. اول حاجه الاي اي يتشاف ازاي؟ ان هو ساينس. يعني الاي اي از سيت اوف ساينسز. في الحقيقه في مجموعه من الساينسز تحت الامبريلا بتاعت الارتفيشال انتليجنس. زي ايه؟ في ساينس ماثيماتكس، ابسط حاجه، مش كل الماثيماتكس، انواع معينه. الاستاتستيكال موديلنج تحت الامبريلا بتاعت الاي اي. المشين ليرنينج، الديب ليرنينج، النيورو ساينسز موجوده، الكوجنيتيف سايكولوجي موجود تحت الاي اي، محتاجينه في الاي اي. يعني مش الاي اي مش كله سوفت وير ابلكيشنز وكمبيوتيشنال، في جانب سايكولوجي عايزين نفهم البرين بيفكر ازاي، الاتيتيود بيحصل ازاي تمام. الفلوس، في جزء فلسفي ليه علاقه بالفلسفي، ايه الفلوس بتاعت الاي اي والكولابريشن مع الهيومنز وهكذا. الكمبيوتيشنال لينجويستكس في الجزء بتاع الناتشرال لانجويج بروسيسنج، في ناس لازم يبقوا فاهمين اللغه. يعني الكمبيوتر ماشينز مش هتفهم اللغه كده بيورلي فروم سكراتش من نفسها، في موديلنج لازم يتعمل. ففي رول كده في علم اسمه كمبيوتيشنال لينجويستكس، اوكي، بيجمع ما بين اللانجوج والكمبيوتيشن. ده الفيو الاولاني. فالفيو ده بيورلي ساينسز، عشان كده الناس بتقول ايه الماشين ليرنينج از اي اي ولا مش اي اي، ايه الفرق ما بين الماشين ليرنينج والاي اي، ايه الفرق ما بين الاناليتكس والاي اي. في طبعا ديفينتلي اوفرلاب حاجه حاجه. الدومين اكسبرت موجود معانا في البروسيس نفسها، بس هو مش ساينس لوحده، فاهم؟ لان هو حسب انت، يعني انت لو بتطبق الاي اي مثلا في تيلكو اوبريتور فانت عايز حد دومين اكسبرت في تيلكو، لو بتطبقه مثلا في انرجي سيكتور عايز حد في الاول اند جاز او في الويند ميلز مثلا او هكذا. فهو الدومين اكسبرت موجود معانا دايما بس ما هوش جزء من الديفينيشن بتاع الاي اي، هو موجود في البروسيس بتاعت الديفلوبمنت نفسها. ممكن دلوقتي هنشوف البروسيس برضه سايكل يظهر فيه. طب ايه الفيو الثاني؟ الفيو الثاني الموديل فيو، دي الحته بقى اكتر حته كونفيوزنج. في حاجه اسمها موديل الاي اي، وخصوصا الماشين ليرنينج دريفن اي اي اللي هو او الداتا دريفن اي اي، في النص كده حاجه اسمها موديل. الكور بتاع الموضوع كله اسمه موديل. يعني مثلا فور اكزامبل ال حاجه مثلا زي الكمبيوتر فيجن. كمبيوتر فيجن تمام، المفروض الكمبيوتر ماشين في كاميرا بتصور طريق قدام العربيه، صح؟ العربيه بتبتدي تايدنتيفاي الاوبجكتس اللي موجوده، ففي موديل للاوبجكت ايدنتيفيكيشن. الموديل ده فكر فيه كانه الجوريزم، في الجوريزم بيعمل موديل ببساطه شديده شويه، يعني اوفر سمبليفيكيشن، في موديل بيعمل ايه او في الجوريزم بيعمل ايه، هو اللي بيقدر ايدنتيفاي الاوبجكتس دي. الالجوريزم والتكنيك ده اللي بنسميه الاي اي موديل.
وده هو ده الكور، هو ده الاصل او صلب الموضوع بتاع الاي اي. يعني اقول كمبيوتر فيجن، كمبيوتر فيجن فيه اكتر من طريقه اطبقها، واحده فيها اي اي دريفن، اوكي، واحده فيها اي اي بيزد على المشين ليرنينج وبيزد على المودلز. دي اكزامبلز اسماء مودلز، كلاسيفيكيشن مودلز، كلاسترنج، التايم سيريس، الاوبجكت ديتكشن، دي تايم ستيك سوري، اللارج لانجويج موديل از ا موديل، تمام، زي تشات جي بي تي، الكونفولوشنال نيورال نتورك از ا موديل، ريكيرنت نيورال نتورك از ا موديل، جينيريتيف ادفيزريال نتورك از ا موديل. كل دي اسماء حاجات ليها ساينتفك ديبث وليها طرق معينه عشان ابني بيها الموديل، وده اللي موجود جوه الكور بتاع اي 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 ابلكيشن. يعني الديفرينشيتور بتاع الاي اي ابلكيشن في موديل، هو ده الموديل اللي فيه الانتليجنس، يعني فين حته الانتليجنس في الاي اي هي ريبريزنتد ببساطه شديده قوي في الموديل ده، تمام. منهم مثلا ال ال ام، ال ال ام زي تشات جي، زي جي بي تي 3 وجي بي تي 4 و 3.5. ال ال ام ده هو ده اللي ورا، هي دي الحاجه اللي في الكور بتاع تشات جي بي تي. يعني تشات جي بي تي اذا ابلكيشن، اوكي، بتشات معاه بكلمه ويرد عليا، ايه اللي بيديله الانتليجنس كابابيلتي اللي جايه له؟ جايه له منين؟ جايه له من اللارج لانجويج موديل اللي موجود تحتيه، اللي موجود جواه. فده البعد الثاني، وده اهم بعد للاي اي اللي هو الموديل نفسه. ده الساينتست والديتا ساينتست والاي اي اكسبرت بيتعبوا عشان يطلعوه. ده اللي ايه الاكسبرت بيتعبوا عشان يطلعوه. فده الساينس وده الموديل. وبعد كده الابلكيشنز بقى. الموديل دي بتتطبق في حاجات. يعني مثلا ايه؟ كمبيوتر فيجن از ابلكيشن دومين. طيب الكمبيوتر فيجن اعمله ازاي؟ ممكن اعمله بكلاسيفاير بشكل بسيط، كلاسيفيكيشن موديل، وممكن اعمله بسي ان ان موديل. اوكي؟ فده اللي ده الابلكيشن، كمبيوتر فيجن ابلكيشن، الايمج بروسيسنج از ابلكيشن، الباترن ريكوجنيشن از ابلكيشن، ناتشرال لانجويج بروسيسنج، الكونفرزيشنال اي اي او الكونفرزيشنال الحاجات زي الشات بوت، الفويس ريكوجنيشن، الفيديو اناليتكس، الايموشن ديتكشن، كل دي انواع من الابلكيشنز هي ايه بنقول عليها اي اي ابلكيشنز. وبرضه بتاع عليها اي اي، يعني بقول في عندي حاجه فيها كمبيوتر فيجن فكولكتيف انسان اي اي، بس فين الاي اي اللي فيها؟ هو ايه عباره عن ايه؟ لا هو موديل، لازم ابقى عارف الموديل ايه. طب ليه الكلام ده مهم ان نبقى فاهمينه كبزنس؟ عشان نبقى عارفين احنا هنحط رجلينا فين بالظبط. لان يعني ممكن الاي اي سوليوشن ابنيه باكتر من طريقه، ممكن اجيب تيم من الساينتست ويبداوا من هنا فاهمين الساينس، ويبداوا من الساينس ويبنوا الموديل ويبنوا الابلكيشن، وممكن اروح على طول اعمل ايه؟ اقوم راكب على الابلكيشن موجود واشتغل عليه زي تشات جي بي تي. فدول تو ديفرنت اكستريمز، فلازم اعرف انا ايه، انا هحط رجلي فين، انا هانتجريت ازاي هدخل الاي اي عندي في الايه الشغل بتاعي. طيب تعالوا نبص برضو على نشوف تشات جي بي تي بيشتغل ازاي، فمن هنفهم اكتر الحته اللي فاتت دي. We learned a lot from making this video. We hope you learned something too. Let's start. Get how ChatGPT works. In this video, we take a look at how ChatGPT works. We learned a lot from making this video. We hope you learned something too. Let's dive right in. ChatGPT was released on November 30, 2022. It reached 100 million monthly active users in just 2 months. It took Instagram 2.5 years to reach the same milestone. This is the fastest growing app in history. Now, how does ChatGPT work? The part of ChatGPT is an LLM, or a large language model. The default LLM for ChatGPT is GPT 3.5. ChatGPT can also use the latest GPT 4 model. But there is not much technical details on GPT 40 for us to talk about. Now, what is large language model? Now, a large language model is a type of neural network-based model that is trained on massive amounts of text data to understand and generate human languages. Now, the model uses the training data to learn the statistical patterns and relationships between words in the language, and then utilizes this knowledge to predict the subsequent words, one word at a time. Now, an LLM
is often characterized by the size and the number of parameters it contains. The largest model of GPT 3.5 has 175 billion parameters spread across 96 layers in the neural network, making it one of the largest deep learning models ever created. The input and output to the model are organized by a token. Now, tokens are numerical representations of words, or more accurately, parts of the words. Numbers are used for tokens rather than words because they can be processed more efficiently. Now, GPT 3.5 was trained on a large chunk of internet data. The source data contains 500 billion tokens. Looking at it another way, the model was trained on hundreds of billions of words. Now, the model was trained to predict the next token given a sequence of input tokens. It is able to generate text that is structured in a way that is grammatically correct and semantically similar to the internet data it was trained on. Now, but without proper guidance, the model can also generate outputs that are untruthful, toxic, or reflect harmful sentiments. Even with that severe downside, the model itself is already useful, but only in a very structured way. It can be taught to perform natural language tasks using carefully engineered text instructions, or prompts. This is where the new field prompt engineering came from. But to make the model safer and to be capable of question and answer in the style of a chatbot, هل واضح الجزء اللي عايز اكومنت بقى برضو احنا ماشيين يعني الفكره في الشات جي بي تي ان هو ال ال ام موديل اللي هو تحت زي ما قلنا هو ده الموديل الشات جي بي تي هو الابلكيشن ال ام هو الموديل الساينسز بقى اللي بنى عليها مينلي ديب ليرنينج شايفين دول الثلاث حاجات اللي قلناهم فالديب ليرنينج از ا ساينس يوز بارت من الماشين ليرنينج تمام ده جزء الاي اي از ا ساينس وبعد كده ال ام ال ام اللارج لانجويج موديل هو ده الموديل اللي اتبنى والابلكيشن هو مين شات جي بي تي طب هل تشات جي بي تي كابلكيشن بيستخدم ال ال ام بس؟ لا هنشوف بقى الجزء الثاني من الفيديو مش بيستخدم ال ام في كمان حاجه كمان معاه انذر موديل معاه عشان يكون بيميتيجيت الريسك ان هو يبقى توكسيك او بيطلع اي كلام او بيطلع كلام مش في كونتكست تمام زي ما احنا شايفين ال ال ام مودلز مش سمارت بالشكل اللي احنا متصورينه يعني انت متخيل لما يبقى عندك موديل عدد البارامترز بتاعه يعني ايه بارامتر اللي هي الاربيتري فاليوز اللي ممكن نغيرها عدد البارامترز بتاعته 175 بليون بارامتر يعني بلغتنا 175 مليار بارامتر فهو ببساطه اتعلم ازاي يعني اسلوب التعليم زي ما يعني ما اجيب حد تمام وتقعده مثلا ايه 10 سنين بيعمل نفس الحاجه او بيعمل 10 حاجات 12 حاجه بيعملهم وبيكررهم وبيعيدهم وبيزيدهم وغطى كل الدومين بكل البدائل التباديل والتوفيق بتاعه كل الكومباينيشنز ممكن تحصل وكل السيناريوز ممكن تحصل حافظها عن ظهر قلب تمام فاصبح بالنسبه له لما تجيب له سيناريو جديد بقى ايه سهل ان هو ايه يديك ابروكسيميشن ايه هي دي التركه فعايز اقول ايه يعني برضو لازم نبقى فاهمين ان هو مش سمارت او مش انتليجنس از هيومنز احنا ماتش مور انتليجنت بفرق رهيب الفرق هنا جاي فين البروسيسنج كاباسيتي ان الجزء من ذكائنا اتعمل على سكيل مليون مره قد حجم تفكيرنا من ناحيه الاستورج ومن ناحيه الايه الكاباسيتي والبروسيسنج اوكي بس هو مش بالايه مش بالذكاء الخارق هو النتائج اللي بتطلع هي مبهره شويه صحيح بس هو مش بالذكاء الخارق يعني احنا جبنا حاجه حطينا فيها الكومباينيشنز طلعت ايه الانبوت اللي بدخله قد يكون واحد من 175 بليون انبوت وهو بقى عنده كل الايه الكومباينيشنز ثرو نيورال نتورك اللي ممكن تؤدي الى انليميتد اماونت اوف اوتبوت اوكي فدي الفكره حوالين او الكور بتاع تشات جي بي تي تعال نشوف بقى ده الكور موديل هو يعني شات جي بي تي ال ال ام از ان ابلكيشن اوف ناتشورال لانجويج بروسيسنج بس مش هتطلع نفس الاوتكم يعني الاوتكم اللي بيطلع حاجات تانية زي التوبيك موديلنج فاهمني زي التكست مايننج ماشين ترانسليشن فاهم اقصد ايه الاوتبوت مختلف احنا هنا بنتكلم على اوتبوت مش موجود في الدومين بتاع الاي بي قبل كده اقصى حاجه كانت موجوده في ال بي كان سيرش ريتريفر
يبقى عندي سمارت سيرش بيدور جوه كونتنت كتير. لان انت جنريت كونتنت فروم سكراتش مش موجود ملوش اصل، ده الجديد. فده ابلكيشن جديده من ال ال بي. يعني هو مازال القصه بتاعت شات جي بي تي كلها جزء التكست اللي فيها، انا دلوقتي اكستندد ليه حاجات ثانيه ايمجز وفيديوز اند سو اون. الجزء بتاع التكست هو ناتشورال لانجويج بروسيسنج ابلكيشن بس بيطلع اوتكم جديد ما كانش بيطلع قبل كده. طيب تعال نبص نشوف بقيه ال The model is further fine-tuned to pick up a version that was used in ChatGPT. A fine-tuning is a process that turns the model that does not quite align with human values into a fine-tuned model that ChatGPT could use. This process is called reinforcement training from human feedback, or L. الريينفورسمنت تريننج فروم هيومن فيدباك ده الموديل الزياده، يعني ايه الكور موديل هو ال ال ام، تمام؟ ده اللي بيعمل ريبريزنتيشن نولج. بس الشات جي بي تي كابلكيشن محتاج موديل كمان عشان يبقى للتشات ده انتو كونتكست. الجزء بتاع الريينفورسمنت ليرنينج فروم هيومن فيدباك ده اللي بيخليه او بيخلينا احنا في الحقيقه نحس ان احنا بنتكلم مع ايه؟ مع حد كانه هيومن. اوكي؟ هنشوف بقى يعني بيشتغل ازاي الجزء ده من الموديل. OpenAI explains how they ran LLMHF on the model, but it's not easy to understand for non-ML people. Let's try to understand it with an analogy. Imagine GPT 3.5 is a highly skilled chef who can prepare a wide variety of dishes. Now, fine-tuning GPT 3.5 with LLMHF is that refining this chef's skills to make dishes more delicious. Initially, the chef is trained with a large set of recipes and cooking techniques. However, sometimes the chef doesn't know which dish to make for a specific customer request. To help with this, we collect feedback from real people to create a new dataset. The first step is to create a comparison dataset. We ask the chef to prepare multiple dishes for a given request, and then have people rank the dishes based on taste and presentation. This helps the chef understand which dishes are preferred by the customer. The next step is reward modeling. The chef uses this feedback to create a reward model, which is like a guide for understanding customer preferences. The higher the reward, the better the dish. Next, we train the model with PPO, or proximal policy optimization. In this analogy, the chef practices making dishes while following the reward model. They use a technique called proximal policy optimization to improve his skills. This is like the chef comparing their current dish with a slightly different version and learning which one is better according to the reward model. Now, this process is repeated several times, with the chef refining their skills based on updated customer feedback. With each iteration, the chef becomes better at preparing dishes that satisfy customer preferences. To look at it another way, GPT 3.5 is fine-tuned with LLMHF by gathering feedback from people, creating a reward model based on their preferences, and then iteratively improving the model's performance using PPO. This allows GPT 3.5 to generate better responses tailored to specific user requests. Now we understand how the model is trained and fine-tuned. Let's take a look at how the model is used in ChatGPT to answer the prompt. Conceptually, it is as simple as feeding the prompt into the ChatGPT model and returning the output. In reality, it is a bit more complicated. First, ChatGPT knows the context of the chat conversation. This is done by ChatGPT UI feeding the model the entire past conversation every time a new prompt is entered. This is called conversational prompt injection. This is what ChatGPT appears to be context aware. Second, ChatGPT includes primary prompt engineering. These are pieces of instructions injected before and after the user's prompt to guide the model for a conversational tone. These prompts are invisible to the user. Third, the prompt is passed to the moderation API to warn or block certain types of unsafe content. The generated result is also likely to be passed to the moderation API before returning to the user.
And that wraps up our journey into the fascinating world of ChatGPT. It was a lot of engineering that went into creating the models used by ChatGPT. The technology behind it is constantly evolving, opening doors to new possibilities and reshaping the way we communicate. Now, time to seat out and enjoy the ride. If you like our videos, you might like. يعني دي ببساطة فكرة عمل تشات جي بي تي. زي ما شفنا هي كان الهدف ان احنا نشوف البروسس نفسها ان تشات جي بي تي يعني وصل ليه عشان الاماونت اوف داتا تريند عليها 500 بليون يعني 500 مليار توكن كلمة تقريبا يعني نعتبر التوكن از اول و سوري انا ماسك ده فبقول تشات جي بي تي البريك ثرو اللي حصل الافشنسي دي ناتجه ان هو تريند على عدد ضخم جدا من الكلمات او التوكنز يعني 500 بليون 500 مليار توكن ف 500 مليار توكن رقم ضخم يعني وطبعا الفيرز يعني الليتر فيرجنز بتتضرب على اعداد اكبر يعني عدد البارامترز بيزيد وزي ما شفنا ان عندنا في ثلاث حاجات الساينس هو الايه الديب ليرنينج الموديل هو ال LLM this is a kind of neural network مبنيه بالديب ليرنينج والابلكيشن هو تشات جي بي تي عشان الابلكيشن ده يكمل في عندنا الايه reinforcement learning from human feedback عشان الابلكيشن يدينا الاحساس بتاعه ان هو ايه فاهم الكونتكست وعارف احنا بنعمل ايه وبنتكلم فيه وبيرد وزين كونتكست مش زي جوجل احنا بندور على جوجل بيطلع لنا حاجات اوت اوف كونتكست مش كل حاجه بس في حاجات بتطلع فعلا كومبليتلي اوت اوف كونتكست ايه بسبب ان هو بيعمل بلايند تكست مايننج في الاساس يعني بيقارن توكنز بتوكنز وخلاص ما بيحطش كونتكست ما بيدخل ناتشورال لانجويج او لانجويج موديل في الايه في الموضوع الكونتنت الافيلبل هو اخذ الكونتنت الافيلبل على الانترنت اتعلم عليه هو مش الجوريزم بس هو اتبنى بالجوريزم هو الموديل هو الاوتكم بتاع الالجوريزم هو الاوتكم بس هو اتبنى بالالجوريزم يعني احنا بنتكلم على ديب ليرنينج عملنا بيه لارج لانجويج الموديل فين بقى فين الديب ليرنينج موديل اللي هو ترانسفورمرز الترانسفورمرز هي اكشوال الالجوريزم بتاعنا الالجوريزم ده طلع الايه طلع الـ في الاخر النيورال بس هي النيورال نتورك ما زالت موجوده يعني لارج لانجويج موديل جواه النيورال نتورك ريبريزنتيشن يعني في الاصل النيورال نتورك از ا كايند اوف ريبريزنتيشن بس بيلدينج النيورال نتورك دي This is part of the modeling process. Generative adversarial network. It's a kind of neural network about next question. دي كانت معلومة مش دقيقة. في الاول طلعت كده كان في الناس بتحاول ان هي تفسر هو تشات جي بي تي شغال ازاي فقال لك ده شغال جاني بس هي يعني المعلومه مش دقيقه يعني لا مش دقيقه فاضل الجزء انت عايز مش واضح طيب في كابل اوف بوينتس كده قبل ما نكونكلود ان شاء الله اول واحده احنا بنتكلم عن انتربرايز ابلكيشنز فاول واحده الليفلز اوف انجيجمنت تمام يعني ازاي الكوربريت او البيزنس او الاورجانيزيشن يستخدم الاي اي عموما والجينيريتيف اي اي بشكل خاص فالليفلز اللي هي التيبيكال الموجوده او الممكنه يعني اول حاجه جنرال دومين اي اي سيرفيس الحاجه اللي زي تشات جي بي تي باللارج لانجويج موديل بتاعه مور اوف جنرال دومين يعني مش مركزه على دومين محدد وانا ما بختارش الدومين الدومين بيجي عن طريق الكونتكست بتاع الاسئله ان هو بيكابشر زي ما شفنا في الفيديو كده بيكابشر الكونتكست اللي انا بسال فيه تمام
ليه؟ عشان هو تريند على كل حاجه موجوده على بعضها، يعني اللانجوش موديل نفسه مبني ايه على بعض، مش مركز على دومين محدد. طب هل ده اقصى حاجه ممكن تتعمل؟ لا، ممكن اعمل اوجمنتيشن. يعني ايه اوجمنتيشن؟ يعني ممكن استغل ال 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 موديل الموجود از بيز واعمل اكسس بالاي بي ايز على الداتا بتاعتي انا الخاصه بشركتي، ويبتدي الموديل يبقى اكستندد. يعني ال ال موديل اللي هو موجود زي جي بي تي 4 مثلا او جي بي تي 3.5 يبقى اكستندد على الداتا بتاعتي، وبالتالي بقى كمان هو ايه شايف الداتا بتاعتي وتريند على الداتا الخاصه بشركتي. يعني مثلا لسه اسيوم ان انا عندي نوليدج بيز تمام فيها كل الكتالوجات بتاعت المنتجات بالديتا شيتس بتاعتها بالتفاصيل بتاعتها بتشتغل ازاي بالاعطال الممكنه بالسبورت ريكوست اللي جت عليها، الاعطال جت ازاي وعملت ايه. ممكن ادخل تشات جي بي تي على او جي بي تي اكشوالي على الداتا بتاعتي ويبني لي اكستنشن للجي بي تي بالديتا الجديده الموجوده، بحيث لما اجي ادور على معلومه ممكن اسال سؤال هو ايه اكتر عيوب المنتج الفلاني تمام، فيقول لي عيوبه كذا 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 والافضل منه كذا مثلا. فده ليفل تاني. فانا كده عملت ايه؟ خليت جي بي تي كلارج لانجويج موديل موجود وزودت عليه بالديتا بتاعتي. ده بالظبط ده فاين تيون. الفرق انت عملت انتجريشن في اي ليفل؟ عملت انتجريشن على الليفل بتاع البارامترز والترانسفورمرز ولا انتجريشن على الليفل بتاع الاوتبوت؟ يعني خدت الاوتبوت وعملت له كاسكيدنج للاوتبوت تاني. انما انت هتكسند الترانسفورمرز نفسها. الليفل الثالث بقى اللي هو دومين سبيسيفيك، وده مطلوب قوي ولسه ما يعني ما فيش حد عمله الا كله حاجات قليله قوي التجربه. الدومين سبيسيفيك معناه ايه؟ لو انا النهارده عايز تشات جي بي تي يبقى شغال على ميديكال دومين تمام، هيدي ادفايسز لبيشنتس اندر سوبرفيجن اوف براكتيشنرز وكونسلتنتس. في الحاله دي محتاجه يركز في الشغل على ايه؟ على الدومين بتاع الايه؟ بتاع الميديكال دومين، عشان ما يبقاش ما طلعش اجابات غلط او اجابات اوت اوف كونتكست او يبقى فيه تشنج في الكونتكست او تشنج حتى في البرفورمانس او كوست. فممكن يبقى ايه ابني نفس المودلز دي في موديل شبيهه بيه زي فالكون مثلا فور اكزامبل، شبيهه بيه ال ال مودلز بس بتشات جي بي تي، اقدر اخدها وادرينها على الداتا بتاعتي وابني السوليوشن عندي انا، يبقى حاجه خاصه بيا مش اكسبوز لاي حاجه. فدول ثلاثه ليفلز اوف انجيجمنت. معلش هخلص واسيب وقت الاسئله عشان خلينا على فكره احنا هناخد 10 دقائق عشان انا جاوبت على اسئله في النص ما عدا سؤال بشويه. طيب هنحطه فين؟ سؤال تاني مهم قوي، هنحط الشات جي بي تي او الجينيريتيف موديل ايا كان اسمه هنحطه فين؟ ده سؤال مهم، دي كوست. يعني انتوا عايز اقول مثلا الشات جي بي تي ده مبني على تكنولوجي خاصه بيه، كلاسترنج تكنولوجي خاصه بالشات جي بي تي عشان تقدر تنتجريت مالتيبل كمبيوترز، يبقى في زي كلاستر اوف كمبيوترز يقدر يشغل الورك لود الضخم اللي هو زي ما الراجل قال عدى ال 200 مليون او ال 100 مليون في شهر. فانا بالنسبه لي هعمل ايه؟ عندي الاوبشنز الموجوده التقليديه، يا اما اعمل اشياء على بابليك كلاود. البابليك كلاود زي امازون ويب سيرفيسز واجر وجوجل سي بي كلاود داتا بلاتفورم، جوجل كلاود بلاتفورم جي سي بي، بداوا يقدموا جينيريتيف مودلز بيلت عندهم، يعني بتران عندهم، فانا اقدر ان انا ديبلوي الموديل بسرعه جدا على كلاود ماشينز. وممكن اشتغل طبعا هايبريد او مالتي كلاود اكروس كلاود وانا اعمل انتجريشن. وممكن يبقى سوليوشن ايه كله اون بريم. اون بريم هحتاجه ليه؟ اون بريم يعني موجود جوه شركتي. لو انا النهارده في بانكينج اندستري او تيليكوم اندستري في اي دوله بالقانون او بالريجوليشن يعني ممنوع ان انا اخرج الايه؟ اخرج الداتا بتاعتي بره المكان. في امريكا الهوسبيتالز ممنوع تخرج الداتا حتى لو الهوسبيتال ثانيه، لازم تبقى الداتا جوه الهوسبيتال دايما. ففي كتير في كيسز هنلاقي ان احنا محتاجين نشتغل جوه البريمسز نفسها. طيب عشان الوقت ضيق بس شويه ايه هجامب كده لحته مهمه بالنسبه لي. ده كل اللي احنا شفناه ده بيعبر عن مين؟ الناس اللي هم شويه ايه هنروح نشتغل لسه ما فكرناش مشاكلنا فين تمام. ودي نقطه مهمه وكريتيكال، لان انا كبزنس انتربرايز رقم واحد ما عنديش نفس الفلكسبيليتي الموجوده عند جلوبال بلاتفورم زي جوجل وفيسبوك، وما اقدرش احتمل او اتحمل يعني الكونسيكونسز اللي ممكن تحصل لو حصل غلطه. يعني بيشوف مثلا فيسبوك والحاجات الشباب بيدفعوا غرامات قد ايه؟ ملايين، وساعات بتوصل لبليون غرامات بسبب اخطاء اتعملت، برايفسي ليكج، الحاجه مشكله حصلت
استخدموا الداتا بشكل غلط، فالشركات ما تقدرش تسرفايف الحاجات دي. عشان كده في عندها مجموعه نقط لازم ناخدها في اعتبارنا. اول حاجه ريسبونسبيلتي، مين هيبقى مسؤول عن الاكشنز اللي هي تيكن باي الايه الجينيتيف اي اي او اي اي موديل. يعني انا بشغل حاجه عندي في شركتي وفي اكشن معين، الاكشن ده مش هيومن اللي اخده، اللي اخده اي اي موديل. طب حصل مشكله بعد كده، حد مات، حد اتعور، خسرنا فلوس، حصل حاجه الليجل يعني قدام الجهات الرسميه الليجل، حاجه بتبايلك كومبلاينس او ريجوليشن، مين هيبقى مسؤول؟ ومين برضه هيبقى اكاونتبل على الكلام ده؟ يعني ازاي هل هنعرف نوصل السبب كان ايه ولا مش هنعرف نوصل؟ هيبقى في مشكله حصلت بس ما نقدرش نقول مين اكاونتبل، مين كان السبب الحقيقي وراها. عندنا مشكله ثانيه الايثكس، البرايفسي بتاعت الداتا. يعني مثلا في الاكزامبل بتاع شات جي بي تي اللي بنتكلم عليه، شات جي بي تي اخذ النولج منين؟ الانتلكشوال بروبرتي بتاعت النولج دي جايه منين؟ اصحابها. طب اصحابها دول فين؟ هم ما لهمش دعوه بالموضوع. يعني النولج دي كلها او التريننج ده حصل وزود اني كونسنت من الاكشوال اونرز اوف ذا كونتنت. اوكي؟ فدي مشكله كبيره مش سهله يعني. والتراكنج بتاعها مشكله اكبر. يعني ازاي نتراك؟ يعني ازاي اعرف مثلا ان في كتاب في احد الابلكيشن بيعمل ايه؟ بتقدر تالف كتاب من على شات جي بي تي. فانت بتسال برومبتس الرايت برومبتس بيطلع كونتنت. هو بينكابسوليت الكونتنت ده في بي دي اف ويطلعه ببلش ككتاب بعنوان بقى بكل حاجه. طب لو كتاب من دول اتباع باسعار كبيره ونجح وبقى حاجه حتى من غير فلوس، يعني مجرد بس الحق الادبي، يبقى مين صاحب الكتاب؟ اللي ببلشه اللي هو جايبه من شات جي بي تي، ولا الناس اللي اصلا دي النولج بتاعتهم اللي احنا مش عارف نتراك مين صاحب ايه بالظبط؟ فمشكله كبيره مش صغيره موضوع الايثكس ده في البيزنس. يعني النهارده عملت برودكت وجاء حصل عليه كليم لاي حاجه في الانتلكشوال بروبرتي، هيبقى عندي مشكله، وخصوصا ان لسه مفيش ريجوليشن او بروبرجيشن. يعني حتى لو في ريجوليشن هبقى عارف حدود ايه. طب مفيش ريجوليشن، يبقى انا ببني برودكتس وسيرفيسز في شركتي على ايه؟ على حاجه اون ريسك. موضوع الجي ار سي، موضوع الجفرنس والريجوليشن كومبلاينس، طبعا ده موضوع اساسي وفي اندستريز كتيره تحت الموضوع ده. تمام؟ يعني في فيرتيكال اندستريز زي البانكينج والتيليكو، تقريبا مفيش حاجه بره، يعني حتى الحاجات اللي بره بتعمل لها ستاندرد. الديبندبيلتي، اذا هقدر اعتمد على السوليوشن ده لامتى؟ يعني النهارده ايه، بنيت سوليوشن على اكس بلاتفورم زي تشات جي بي تي او بارد او اي حاجه من الحاجات اللي ايه اللي موجوده لكم. طيب فجاه الشركه، وده اللي حصل مع تشات جي بي تي، الشركه قفلت وقال لك في اي بي ايز وفي فلوس وسبسكريبشن وليفلز اند سو اون، اعمل انا ايه؟ هقدر اكمل ولا مش هقدر اكمل؟ طب السيرفيس اللي قدمتها لليوزرز وبداوا يعتمدوا عليها، فبقى هنا في كوشن مارك. المانجابيلتي، ازاي مانج الايه السوليوشن نفسه؟ هل عندي طريقه سموث يعني مانج الكونكشنز مع السيستم والفلوس مع السيستم والكونسومشن وهكذا؟ والسستينابيلتي، السستينابيلتي مين اللي بتدور حوالين؟ هفضل محافظ عليه لامتى؟ يفضل شغال. النهارده لا معلش، دي طيب مستيك، هي سستينابيلتي معلش صلحوها بقى، صلحها في البرزنتيشن قبل ما بعد. سستينابيلتي مقصود بيها ايه؟ السجن هيبقى سستينابل لمده قد ايه وازاي احافظ عليه؟ لان النهارده اللانجوج موديل نفسه محتاج يتطور، وده اللي بتعمله اوبن اي اي، صح؟ يعني اوبن اي اي بتعمل ايه؟ طلعت 2 ما كانش حد يعرف عنه حاجه بعد ما 3 طلع، وبعدين 3 عمل بريك ثرو، وبعدين 3.5 طور نفسه شويه وبقى مالتي موديل، وبعدين طلع 4 ودلوقتي بيجهزوا 5 وهكذا. اوكي؟ طب لو انا اتعاملت مع حد ووقف ما كملش، وده حصل كتير في الاي تي، يعني جوجل نفسهم وقفوا حوالي 240 بروجكت من اول ما اتعمل، مش كلها اي اي يعني، بس يعني بتتكلم على كيان ضخم قوي، وقف 240 او 220 بروجكت في نص الطريق، قال لك خلاص ده اوبسليت. طيب ماشي، اخر فيديو ونختم بيه. الفيديو ده قديم شوية بس يعني بحب أعرضه عشان هو قديم في الحقيقة،
يعني ده من 2011 اول ما كان الترم بتاع الداتا ساينس بدا يبقى موجود والاناليتكس وان هنعمل بقى اي اي ابلكيشنز والكلام ده. فبنتكلم شويه على الجزء الايه الريسك. معلش في غالبا اد عديد. احنا كده بنعمل دعايه مجانيه بس مش عارفين مفيش تايز. This is a photograph by the artist Michael Najjar. It's real in the sense that he went there to Argentina to take the photo. But it's also a fiction. There's a lot of work that went into it after that. And what he's done is he's actually reshaped digitally all of the contours of the mountains to follow the vicissitudes of the Dow Jones Index. So what you see, that precipice, that high precipice of the valley, is the 2008 financial crisis. The photo was made when we were deep in the valley over there. I don't know where we are now. This is the Hang Seng Index for Hong Kong, and similar topography, and I wonder why. And this is art, right? This is metaphor. But I think the point is that this is metaphor with teeth, and it's with those teeth that I want to propose today that we rethink a little bit about the role of contemporary math, not just financial math, but math in general, that it's transitioned from being something that we sort of extract and derive from the world to something that actually starts to shape it. The world around us and the world inside us, and then specifically algorithms, which are basically the math that computers use to decide stuff, they acquire the sensibility of truth because they repeat over and over again. They kind of ossify and calcify, and they kind of become real. And I was thinking about this, of all places, on a transatlantic flight a couple years ago. So I happened to be seated next to a Hungarian physicist about my age. And we were talking about what life was like during the Cold War for physicists in Hungary. And I said, so what were you doing? He said, well, we were mostly breaking stuff. And I said, that's a good job. That's interesting. How does that work? And so to understand that, I have to understand a little bit about how stuff works. And so this is an oversimplification, but basically, it's not like you can just pass a radar signal right through 156 tons of steel in the sky. It's not just going to disappear. But if you can take this big, massive thing and you could turn it into a million little things, something like a flock of birds, well, then the radar that's looking for that has to be able to see every flock of birds in the sky. And if you're a radar, that's a really bad job. And he said, yeah. He said, but that's if you're a radar. He said, so we didn't use a radar. We built a black box that was looking for electrical signals, electronic communication. And whenever we saw a flock of birds that had electronic communication, we thought, probably has something to do with the Americas. And I said, yeah, that's good. That's good. So you've effectively negated 60 years of aeronautic research. What's your act two? You know, like what do you do when you grow up? And he said, well, you know, financial services. And I said, oh, because those have been in the news lately. And I said, how does that work? He said, well, there's 2,000 physicists on Wall Street now, and I'm one of them. And I said, well, so what's the black box for Wall Street? And he said, well, it's funny that you asked that, because it's actually called black box trading. And it's also sometimes called algo trading, algorithmic trading. And algorithmic trading evolved in part because institutional traders have the same problems that the United States Air Force have, which is that they're moving these positions, whether it's Procter & Gamble or et cetera, whatever, they're moving like a million shares of something through the market. And if they do that all at once, it's like playing poker and just going all in right away, right? You just tip your hand. And so they have to find a way, and they use algorithms to do this, to break up that big thing into a million little transactions. And the magic and the horror of that is that the same math that you use to break up the big thing into a million little things can be used to find a million little things and sew them back together and figure out what's actually happening in the market. So if you need to have some image of what's happening in the stock market right now, what you can picture is a bunch of algorithms that are basically programmed to hide, and a bunch of algorithms that are programmed to go find them and act. And all of that's great, and it's fine, and that's 70%
of the United States stock market, 70% of the operating system formerly known as your pension, your mortgage. And what could go wrong? Right? What could go wrong is that a year ago, 9% of the entire market just disappears in 5 minutes, and they call it the flash crash of 245. Right? All of a sudden, 9% just goes away, and nobody to this day can even agree on what happened, because nobody ordered it, nobody asked for it, nobody had any control over what was actually happening. All they had was just a monitor in front of them that had the numbers on it and just a red button that said, stop. And that's the thing, right? This is that we're writing things. We're writing these things that we can no longer read. And it's, we've rendered something kind of illegible. And we've lost the sense of what's actually happening in this world that we make. And we're starting to make our way. There's a company in Boston called Nanix. And they use math and magic and I don't know what. And they reach in to all the market data. And they find, actually, sometimes some of these algorithms. And they, when they find them, they pull them out and they pin them to the wall like butterflies. And they do what we've always done when confronted with huge amounts of data that we don't understand, which is that they give them a name and a story. So this is one that they found. They called the knife, the carnival, the Boston Shuffler, Twilight. And the gag is that, of course, these aren't just running through the market, right? You can find these kinds of things wherever you look once you learn how to look for them, right? You can find it here, this book about flies that you may have been looking at on Amazon. You may have noticed it when its price started at $1.7 million. It's out of print. Still, if you had bought it at 1.7, it would have been a bargain. A few hours later, it had gone up to $23.6 million plus shipping and handling. And the question is, nobody was buying or selling anything. What was happening? And you see this behavior on Amazon as surely as you see it on Wall Street. And when you see this kind of behavior, what you see is the evidence of algorithms in conflict, algorithms locked in loops with each other without any human oversight, without any adult supervision to say, actually, 1.7 million is plenty. Stick with that. And as with Amazon, so it is with Netflix. And so Netflix has gone through several different algorithms over the years. They started with Cinemax, and they tried a bunch of others. There's Dice of Planet, there's Gravity, they're using Pragmatic Chaos now. Pragmatic Chaos is, like all of Netflix algorithms, trying to do the same thing. It's trying to get a grasp on you, on the firmware inside the human skull, so that it can recommend what movie you might want to watch next, which is a very, very difficult problem. But the difficulty of the problem and the fact that we don't really quite have it down, it doesn't take away from the effects that Pragmatic Chaos has. Pragmatic Chaos, like all of Netflix algorithms, determines in the end 60% of what movies end up being rented. Right? So one piece of code with one idea about you is responsible for 60% of those movies. But what if you could rate those movies before they get made? Right? Wouldn't that be handy? Well, so a few data scientists from the UK are in Hollywood, and they have story algorithms, a company called Epigogics, and you can run your script through there, and they can tell you quantifiably that that's a $30 million movie or a $200 million movie. And the thing is that this isn't Google, right? This isn't information. These aren't financial stats. This is culture. And what we see here, but what we don't really see normally, is that these are the physics of culture. And if these algorithms, like the algorithms on Wall Street, just crash one day and went awry, how would we know? What would it look like? And they're in your house, right? They're in your house, right? These are two algorithms competing for your living room. These are two different cleaning robots that have very different ideas about what clean means. And you can see it if you slow it down and attach lights to them. And they're sort of like secret architects in your bedroom. You know? And the idea that architecture itself is somehow subject to algorithmic optimization is not far-fetched. It's super real and it's happening around you. You feel it most when you're in a sealed metal box,
a new style elevator called destination control elevators. These are the ones where you have to press what floor you're going to go to before you get in the elevator. And these are what's called a bin packing algorithm. So none of this mission ops is just letting everybody go into whatever car they want. Everybody wants to go to the 10th floor, goes into car 2, and everybody wants to go to the 3rd floor, goes into car 5. And the problem with that is that people freak out. People panic. And you see why, right? You see why? It's because the elevator is missing some important instrumentation, like the buttons, right? Like the things that people use. All it has is just the number that moves up or down and that red button that says stop. And this is what we're designing for. We're designing for this kind of machine dialect. Right? And how far can you take that? How far can you take it? You can take it really, really far. So let me take it back to Wall Street. Okay? Because the algorithms of Wall Street are dependent on one quality above all else, which is speed. And they operate on milliseconds and microseconds. And just to give you a sense of what microseconds are, it takes you 500,000 microseconds just to click a mouse. But if you're a Wall Street algorithm and you're 5 microseconds behind, you're a loser. So if you were an algorithm, you'd look for an architect like the one that I met in Frankfurt, who was hollowing out a skyscraper, throwing out all the furniture, all the infrastructure for human use, and just running steel on the floors to get ready for the stacks of servers to go in. Also, that an algorithm could get close to the internet. And you think of the internet as this kind of distributed system, and of course it is, but it's distributed from places, right? In New York, this is where it's distributed from. It's the Carrier Hotel, located on Hudson Street. And this is really where the wires come right up into the city. And the reality is that the further away you are from that, you're a few microseconds behind. These guys down on Wall Street, Marco Polo and Cherokee Nation, they're 8 microseconds behind all these guys going in to the empty buildings being hollowed out up around the Carrier Hotel. And that's going to keep happening. We're going to keep hollowing them out because you, inch for inch, and pound for pound, and dollar for dollar, none of you could squeeze revenue out of that space like the Boston Shuffler could. But if you zoom out, you would see an 825-mile trench between New York City and Chicago. It's been built over the last few years by a company called Spread Networks. This is a fiber optic cable that was laid between those two cities to just be able to traffic one signal 37 times faster than you can click a mouse, just for these algorithms, just for the carnival and the knife. And when you think about this, that we're running through the United States with dynamite and rock salt so that an algorithm can close the deal 3 microseconds faster, all for a communications framework that no human will ever know. That's a kind of manifest destiny, and we'll always look for a new frontier. And fortunately, we have our work cut out for us. This is just theoretical. This is some mathematicians at MIT, and the truth is, I don't really understand a lot of what they're talking about. It involves light cones and quantum entanglement, and I don't really understand that, but I can read this map. And what this map says is that if you're trying to make money on the markets where the red dots are, that's where people are, where the cities are, you're going to have to put the servers where the blue dots are to do that most effectively. And the thing you might have noticed about those blue dots is that a lot of them are in the middle of the ocean. So that's what we'll do. We'll build bubbles or something, or platforms. We'll actually park the water, right, to pull money out of the air, because it's a bright future if you're an algorithm. And it's not the money that's so interesting, actually. It's what the money motivates, right? That we're actually terraforming the Earth itself with this kind of algorithmic efficiency. And in that light, you go back and you look at Michael Najjar's photographs, and you realize that they're not metaphor. They're prophecy, right? They're prophecy for the kind of seismic terrestrial effects of the map that we're making. And the landscape was always made by this sort of weird, uneasy collaboration between nature and man.
But now there's this kind of third co-evolutionary force, algorithms, the Boston Shuffler, the Carnival. And we will have to understand those as nature. And in a way, they are. Thank you. الكلام ده كان 2011. احنا النهارده كان يعني 12 سنه، كان لسه موضوع الداتا ساينس جديد، بس موضوع الالجوريزميك تريدنج موضوع قديم موجود من زمان. هو كان بيتكلم على الريسكس الاسوشيتد، وخصوصا موضوع ايه ان يبقى في حاجه بتحصل واحنا مش فاهمين ان هي ليه وامتى وايه الكونسيكونسز، وكمان لو حصل مشكله، لو حصل ايرور او كراش. يعني شوفوا كده حالنا كده دلوقتي لما بنيجي رايحين اي مشوار بنعمل ايه؟ بندخل على جوجل مابس، صح؟ ومع كان الاول في شويه بريسبشن كده ان فعلا ببقى حاسس المشوار وفر لي، دلوقتي مفيش بريسبشن، احنا جاست فولو ايه؟ جوجل مابس، صح؟ طب لو مين يضمن ان هي تفضل اكيوريت؟ مين يضمن ان هي مش هت يعني اي وود سي مثلا حصل لي كيس كتير قوي بحس ان انا الطريق متوجه لشارع معين لاهداف محدده مش لمجرد ان هو شورت باس. اوكي؟ فهنعرف امتى؟ مفيش ذيز نو واي ان احنا نعرف. فدي المشكله، ان احنا بقى ديبندنت قوي على الالجوريزمز من غير ما يبقى في كولابوريتيف موديل مع الهيومنز. دي في حد ذاتها مشكله ضخمه جدا، ولازم ان احنا نحاول نلاقي حل. عشان كده الريجوليشن طالعه بتحاول تمينيمايز او تكنترول الافكت بتاع الاي اي بالشكل ده. متشكر جدا ليكم. خلينا ناخد برضو، انا عارف احنا عدينا شويه، بس ناخد وقت الأسئلة.